سبقى الموضوع بعد كده يعني. بس انت في حاجات بسيطه من التمثيل البسيطه زي اللي عملناها في المحاضره والجزء الكبير كده ظبطناه. هو ممكن يجي نظري؟ على الجزء ده بما انه ما ينفعش يجي في مسائل هيجي نظري ولا لا؟ ممكن يجي حاجات نظري بس ممكن يجي يقول لك طب نقعد فيه فايده ايه حاجات بس هو ما ينفعش يجي فيه مسائل اصلا. لو مسائل تبقى مسائل بسيطه زي اللي عملناها في المحاضره حاجه بسيطه يعني مش حاجه ايه معقده مش معتمد على اللي لسه هنفذ يعني. طيب تعالى نبدا نتكلم على تكمله بقى الكلام في الفيدباك. كنا عملنا اناليسيس المره اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي الفيدباك. عايزين بقى نبدا نتكلم على الديشن بيكولوجيز لان المره اللي فاتت غطينا اهم جزئيتين اللي هو ازاي ايدنتيفاي السنسنج تكنيك ازاي بسنس الاوتبوت والايه والميكسنج او الفيدباك تكنيك من الفيدباك ايه. قلنا يا اما بسنس او كرنت او فولتج او الفيدباك برضه يا كرنت او فولتج وده اللي هيحدد نوع الفيدباك وبالتالي هيبقى عندي اربعه ديفرنت كومبينيشنز كده. ف تعالى بقى نبدا نبص على نوع نوع ونشوف ايه الفروق بينهم. بس هيطلع عندنا حاجات مشتركه بينهم هي هي بس زي ما هنشوف دلوقتي هتطلع في بروبرتيز في السيركتس بالذات اللي ريليتد للانبوت والاوتبوت الامبيدنس بتاعت الفايلز كلوز لوب طبعا مختلفه على حسب نوع الايه؟ على حسب نوع الفيديو. طيب تعالى نبدا نمسك نوع نوع ونشوف الاناليسيس بتاعه هيختلف ازاي. فهنتكلم الاول برضو جينيريك كده على البلوك دايجرامز ونبدا نحط مودلز اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الديفرنت تايبس او امبليفايرز كل تايب على حسب الانبوت بتاعه ايه الاوتبوت ايه اختار المودل المناسب ليه زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت. لو هو فولتج امبليفاير هيبقى فولتج ان فولتج اوت فهختار نوع الايه المودل المناسب. لو هو انبوت كرنت اوتبوت فولتج هختار النوع المناسب ليه وهكذا تمام. فده ايه ده يعني تكملة للكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت. تاني حاجة الأسامبشن المهم لحد دلوقتي إن إحنا هنكمل عليه المحاضرة دي بس في الآخر هنبدأ نتكلم عليه أكتر تفصيل هو تأثير الجودة تمام؟ إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا إن أنا بحط فيدباك نتورك لسنس الأوتبوت فيدباك في الإنبوت. اتكلمنا إن إيه؟ إن أيديالي الفيدباك نتورك دي مش هتلود الإيه؟ المين امبليفاير او الفيد فورورد امبليفاير. ولو تفتكروا قعدنا نقول على حسب بقى النوع انا بسامبل ايه ده هيحط ريكويرمنت على الانبوت امبيدنس بتاعت الفيدباك نتورك وريكويرمنت على ايه؟ على الاوتبوت امبيدنس على الفيدباك نتورك. فلحد دلوقتي لسه ما اتكلمناش على تاثير الايه؟ اللودنج بمعنى ايه؟ بمعنى لو الفيدباك نتورك دي مش ايديال وبتلود المين امبليفاير من ناحيه الايه؟ الاوتبوت بتاعه وبرضه ليها فاينايت امبيدنس هنا ف هتأثر على البرفورمانس ازاي هاخد ده في الايه؟ في الحسابات بتاعتي. هنتكلم على ده ان شاء الله في اخر المحاضره دي والايه؟ المحاضره اللي جايه باذن الله. فلحد دلوقتي المحاضره دي معظمها احنا بنتكلم لسه على الايه؟ على الفيدباك نتورك انها ايديال بمعنى ان مش بتلود الاوتبوت وان كل الفيدباك سيجنال بتاعتها بتدخل منها تروح لمين؟ للمين امبليفاير خلاص؟ فطبعا ده هيتغير على حسب نوع الايه؟ الفيدباك بمعنى ايه؟ لو انا فولتج 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 فيدباك معناها ايه؟ ده التوبولوجي بتاع الفيدباك. الكلمه الاولى دي دايما بتفرق للاوتبوت فمعناها ان انا بسنس ايه في الاوتبوت؟ بسنس فولتج خلاص. الفولتج الثانيه معناها انا بميكس ايه في الانبوت او الفيدباك ايه؟ فولتج برضه. فيبقى فولتج فولتج ده معناها انا ايم سنسنج الاوتبوت فولتج وايم فيدينج باك ا فولتج سيجنال للانبوت خلاص. طيب لو اسنس اوتبوت فولتج اتكلمنا المره اللي فاتت يبقى اسنس ازاي؟ بالظبط رسمها هي امبارلل. طب يبقى لو مش عايز لودنج يبقى الار انبوت بتاعت الفيدباك نتورك كام؟ بانفينيت مش هتعملش لودنج. طب هفيدباك فولتج لان الانبوت هنا نوع فولتج برضه هفيدباك الانبوت فولتج ازاي؟ ان سيريز. يبقى اي الفيدباك نتورك دي الاوتبوت الانبوت بتاعها المفروض يبقى ايه؟ انا هنضرب ازاي فيدباك نتورك في الحاله دي؟ تفنن ولا نورتن؟ تفنن لان هي بروفايدنج مي وذ اوتبوت فولتج صح؟ فهنضرب تفنن ايكوفلنت فيبقى الار او ده ظاهر سيريس عشان اطلع كل الفولتج بتاعها يبقى انا عايز الاوتبوت الريزستنس هل تبقى ايه؟ تبقى صفر اي تمام؟ طيب فنتيجه الفيدباك ده احنا سميناها فولتج فولتج دي اسم تاني برضه مشهور عشان تبقوا عارفين ممكن تقروا بعض الكتب يعني ان هو بيسنس فولتج ان ايه؟ ان بارلل او ان شنط، شنط يعني ان بارلل
وبيميكس الانبوت الايه؟ السيريز، فبيتسمى شانت سيريز فيدباك. خلاص؟ فولتج فولتج هيبقى شانت في الاوتبوت وايه؟ وسيريز في الايه؟ فسواء قلنا عليه كده او كده هو ايه؟ وفاهمين ان احنا بنتكلم عن نفس الحاجه. طيب انا لايف بقى ازاي السيركت دي؟ طبعا عملنا اناليسيز اوريدي في المحاضرات اللي فاتت فور جنرال سيستم، مش كده؟ جنرال فيدباك سيستم للجي والاتش والاتش والاس وكده. عايزين بقى نعملها في الحاله الخاصه دي عشان نشوف هيطلع نفس النتائج ولا لا وايه اللي هيختلف. تمام؟ لو جيت بقى انالايز الفيد فورورد امبليفاير ده يعني وحداته ايه؟ داخله فولت وخارج منه ايه؟ فولت. يبقى الجيم بتاعه هنسميه اي نوت وحداته ايه؟ فولت على فولت مالوش وحدات. الفيدباك نتورك برضه خارج فولت وداخل فولت بفولت على فولت مالهاش وحدات، هنسمي الفيدباك نتورك جيم بيتا. خلاص؟ فعندي اي نوت والبيتا. طب اكتب معدلات الفيدباك هنا ازاي؟ نفس اللي عملناه قبل كده. هو ايه العلاقه بين الفيدباك فولتج في اف والاوتبوت؟ ها في اف بتساوي ايه؟ في اف بتساوي بيتا في البي اوت. صح؟ فدي اول معادله عندي فوق اهي. في اف هي بيتا في البي اوت. طيب عايز اجيب العلاقه بين الاوتبوت والانبوت. هو في اوتبوت المفروض يساوي مين من الرسمه اللي فوق دي؟ هو الاي نوت اللي هو الجيم بتاع الفي فور والام في فاي فولتج؟ الفولتج اللي داخله اللي هو فين؟ اللي هو بالظبط كده اللي هو مسمينه الايرور فولتج، مش كده؟ اللي هو الاي نوت مضروب في اي فولت؟ في الفولتج اللي داخله اللي هو البي ايرور. طب البي ايرور ده بيساوي مين من الرسمه اللي على الشمال؟ هو البي انبوت ناقص مين على طول؟ ناقص البي ايرور، مش كده؟ يبقى لو ضربت الايكويشن ان الاوتبوت على طول بيساوي ايه؟ الجيم اي نوت في ان ناقص بي اف. طب شيل بي اف من المعادله دي وعوض هنا، مش كده؟ يبقى جبت العلاقه بين بي اوت على بي ان. ده نفس اللي عملناه تقريبا المحاضره اللي فاتت بس بالالفبت مور ديتيل عن النتوركس. فتلاقي نفس الايكويشن ده اللي هي الكلوز لوب جيم بي اوت على بي انبوت. هل ليه وحدات ولا ملوش؟ ملوش وحدات. بوط على بوط برضه طلع بيساوي اي نوت على 1 بلس اي نوت في البيتا اللي هي سميناها ايه؟ لوب جيم. اللوب جيم هو الاي نوت في البيتا. طب الاي نوت ملوش وحدات برضه بوط على بوط. طب البيتا برضه ملهاش ايه؟ وحدات. الاهداف اللي بيقوا منه دايما لما نكمل بقى في الديفرنت تايبس ان دايما اللوب جين اللي هو الاي نوت في البيتا حصل الضرب دايما ملوش وحدات. خلاص؟ يعني حتى لو واحده منهم اتغيرت بقت وحدتها على ريزيستنس لان الثانيه اتغيرت بقت ايه؟ واحد على ريزيستنس، فتلاقي حصل الضرب ملوش وحدات والعكس. تمام؟ طيب فلحد دلوقتي مفيش فرق عن الكلام اللي المحاضره اللي فاتت. امال ايه بقى الفروق تظهر امتى؟ اللي معتمده على شكل الفيدباك لما ابدا بقى اتكلم عن الاوتبوت امبيدنس والانبوت امبيدنس بتاعت الايه؟ الامبليفاير الجديد اللي هو الكلوز لوب امبليفاير بتاعي. طب ازاي اجيب اكسبريشن الاوتبوت امبيدنس بتاعت الامبليفاير الكلوز لوب الجديد؟ ها؟ لازم اعمل ايه؟ لازم اشيل الفيد فورورد امبليفاير ده وارسم له الايه؟ الموديل بتاعه، صح؟ اتكلمنا عن الكلام ده في المحاضره اللي فاتت ان انا ممكن اموديل اي فولتج امبليفاير، طبعا ده فولتج امبليفاير انا داخل له في وخارج منه ايه؟ في. اموديل ازاي؟ ثيفرن ديبندنت فولتج ديبندنت فولتج سورس، مش كده؟ قيمته ايه فولتج سورس ده؟ اي نوت الفولت اللي داخله اللي هو اسمه ايه؟ في ايرور، صح؟ بس هاكل رايته لا في الجزء الاول هيقع على الاوتبوت السيريز بتاعته وبعد كده يخرج لي بره. تمام؟ طيب من ناحيه الانبوت اموديل ازاي؟ لان المره اللي فاتت لازم احط له ايه؟ ار ان في موديل الانبوت امبيدنس بتاعته. تمام؟ لان انا بس رسمت رسمه تاني بس المره دي حطيت الموديل بتاع مين؟ بتاع الفي فور والامبليفاير بتاعي. طب طبعا فيدباك نتورك مش فارقه، اي دي ام مش داخل فيها اي كارت، مش كده؟ لانها ايه؟ اوبن سيركت من هنا، وادي انها فيري هاي انبوت امبيدنس، هتضرب لي البولت ده في بيتا وتطلعه لي هنا. صح كده؟ طب عايز احسب بقى ايه الاوتبوت امبيدنس عشان اشوف هتفرق ازاي معايا. احسب الاوتبوت امبيدنس ازاي؟ الامبليفاير ده. طبعا بحسب الاوتبوت امبيدنس من غير اللود، مش كده؟ بحسبها من ايه؟ من قبل اللود، يعني مش موجود. طب احسب الاوتبوت امبيدنس انا ازاي؟ احط سورس في الاوت اسمه ايه؟ في اكس وافترض الكارنت اللي ماشي اسمه اي اكس. كل المطلوب ان انا احسب ايه؟ الريشيو ما بينهم. طيب انا نرسمه كده بقى طبعا هشيل الار ال اتفقنا يبقى كاني بس هحط كده هنا ايه سورس كده اسميه في اكس والكارنت اللي هيسحب اسمه ايه؟ اي اكس. طيب عظيم ازاي بقى اكتب يعني انا عايز اربط الفي اكس ده واي اكس اللي مسحوب اعملها ازاي؟ هعمل ايه الانبوت؟ شورت سيركت طبعا ذا فولتج سورس اندبندنت فشورت سيركت الايه؟ الايه؟ فتخيل كده ان في ايه؟ شورت سيركت هنا. نعمل شورت سيركت
الفيدباك. ها بنسوي مع بس بشرط ايه؟ بشرط ناقص مش كده؟ لان ده لازم يساوي صفر مش كده؟ فيبقى في فيدباك هي نيجاتيف في اي او في في اي هي ايه؟ نيجاتيف فيدباك. طيب دي اول حاجه. وفي فيدباك بتساوي مين؟ ها بتساوي في اكس مين؟ في البيتا. دي اول معنى في فيدباك هي البيتا في الايه؟ في الفي اكس. طيب تعالى بقى نكمل هنا. ايه علاقه الفولت ده تمام بالانبوت؟ اقدر اكتب هنا الفولت ده بيساوي كام؟ ايه نقول في البي ايرور. طب والبي ايرور لسه جايب لنا يعني ايه؟ هي النيجاتيف في اف. لو انا جبت الفولت ده بدلاله في اف مش كده؟ طيب ازاي بقى اقرب في اكس باي اكس؟ مش ممكن اكتب هنا ايه على طول؟ اكتب هنا كي في ال صح؟ الفولت ده انا عارف الفولت ده وعارف الفولت ده، يبقى الفرق بينهم هو الاي في الار مش كده؟ طيب يبقى المعادلة ايه على طول؟ هقول في اكس هيساوي الاي اكس، الاي اكس ده كله هيمشي فين؟ هل في حاجة دي هتنزل هنا؟ ده اوبن، يبقى في اكس هتساوي الاي اكس في الار اوت مش كده؟ لو ار ترم اهو زائد مين؟ الفولت ده. الفولت ده هو مين؟ اي نوت في البي ايرور صح؟ اي نوت في البي ايرور، البي ايرور قلنا ان هي نيجاتيف مين؟ نيجاتيف في اف. يبقى كده جبت المعادلة على طول فبطري اي اكس في اكس، ناقص اشيل مين بقى المعادلة دي؟ الفي اف. اشيلها ازاي؟ هنا شيل البي اف اعوض هنا، يبقى جبت على طول علاقه بين بي اكس واي اكس. طيب جبت المعادله دي لقيت المعادله بتقول ان بي اكس على اي اكس اللي هي مين بقى دلوقتي؟ اللي هي ار او داش اللي احنا اسمها ايه؟ ار او داش دي اللي هي كلوز لوب اوتبوت امبيدنس. يبقى كلوز لوب اوتبوت امبيدنس ده طلع ايه علاقتها بالاوبن لوب اوتبوت امبيدنس ار اوت؟ اتقسمت على ايه؟ 1 بلس اللوب جيت. تمام؟ يبقى دي معلومه مهمه قوي من الفيدباك، ان في التوبولوجي ده اللي هو الفولتج فولتج لقيت ان الاوتبوت امبيدنس في الكلوز لوب بتساوي الاوبن لوب امبيدنس على 1 بلس اللوب جيت. تمام؟ طيب هل ده هيطلع عليك كده؟ مش شرط، على حسب نوع الايه؟ الفيدباك. لو هو فولتج فولتج المعادله دي دايما صح. هنشوف كمان شويه ان احنا لما نبص على التوبولوجيز الثانيه من الفيدباك المعادله دي مش شرط تطلع ايه؟ كده. بعضهم هتلاقيها بتضرب في 1 بلس 2 جيم وبعضهم بتايه؟ بتقسم هي على 1 بلس 2 جيم. عشان يعني تسهلوا فهمها لو انت بتبص على الاوتبوت خلاص على الاوتبوت هتلاقي ان دايما انا بسهل هنا ايه؟ بارلل فيرسز بسهل البارلل. فلو بسهل البارلل في الاوتبوت يبقى دايما اعرف ان الاوتبوت كده هيحصل لها ايه؟ هتقل هتقل وهتتقسم على ايه؟ 1 بلس 2 جيم. طبعا اللي دايما ثابت هو مين؟ اللي دايما ثابت المعادله دي، لو معادلين دايما طبعا نفس الشكل. ان دايما الفلوس لوب جين هو اللي فيه فورورد جين على 1 بلس لوب جين، دي هتلاقي دايما طبعا نفس الشكل، كل مره ايه اللي هيختلف بس؟ تعريف الاي نوت والايه؟ والبيتا. هنا تعريفهم ان هم ايه؟ فولت على فولت مش كده؟ التوبولوجيز الثانيه لا، هتلاقي حاجه مختلفه وهنبص عليها دلوقتي. طيب تعالوا في اي اسئله في الار اوت؟ طيب تعالوا نبص على ايه؟ الار جيم. احنا بصينا على الار اوت، نبص على الناحيه الثانيه في الار جيم. عايز احسب الانبوت امبيدنس للكلوز لوب امبليفاير بتاعي. احسبها ازاي؟ احط سورس الانبوت في اكس والكرنت مرسوم منه اي اكس، ويبقى ار ان عباره عن في اكس اي اكس او في ان واي ان مش فارقه يعني مش كده؟ خلاص فانا بسمع هنا في ان واي ان، يبقى انا عايز احسب بس الايه؟ النسبه ما بينهم. طيب اعملها ازاي؟ نفس الرسمه اهي بالظبط، كل اللي انا محتاج اعمله مين هنا؟ ممكن اكتب كي في ال هنا ولا لا؟ عشان اجيب العلاقه بينهم. مش ممكن اكتب كي في ال كده؟ طيب في ان لازم تساوي ايه؟ مجموع الدروبس دي، يبقى في ان اول دروب اي ان ده هيعيش فين؟ ار ان، يبقى في ان هيساوي اي ان ار ان زائد مين؟ في اف، يبقى دي المعادله. اللي ناقص اشيل بس منها مين؟ في اف. طب هي في اف مش انا عارفها دلاله في اوتبوت؟ في اف بتساوي بيتا مين؟ في اوت اتعوض. فيبقى ايه؟ شلت في اف وحطيت بيتا في اوت صح؟ طب اكمل ازاي؟ شلت في اف وحطيت بيتا في اوت. انا عايز اربط اي انبوت بفي انبوت. هل انا عارف معادله بين في اوت وفي ان؟ لا مش لسه عندنا في السلايد اللي فاتت ولا لا؟ فانطبق هنا صح؟ ما غيرتش اي حاجه في المساله صح؟ فكل اللي هعمله بس هشيل بقى في اوت واحطها ايه؟ بـ A نوت على 1 بلس A نوت في البيت، اللي هي لسه مستنتجينها في السلايد اللي فاتت. وانس عملت الخطوه دي خلاص بقى عندي معادله واحده بين IN و VN، اقسم الاثنين على بعض
البروجكت ده الار ان داش او اللي هي الار ان كلوز لوب. طلع لي ايه بقى عربي بقى؟ طلع لي كلوز لوب انبوت امبيدنس هتساوي اوبن لوب انبوت امبيدنس بس معنى مربع مضروبه في 1 بلس لوب جيم. خلاص خلي بالك يبقى اللي حصل ايه بقى؟ في الفولتج فولتج فيدباك الار اوتبوت اتقسمت على 1 بلس لوب جيم بس الار ان حصل لها ايه؟ اتضربت في 1 بلس لوب جيم. تمام؟ برضه عشان تبقى سهله ليكم ممكن تبص عليها. انت هنا بتميكس سيريس ولا بتميكس بارلل؟ بميكس السيريس فالحته بتاعت الميكس اللي هي هتعملها جيت البينس دخلت السيريس هتعدي لك البينس فايه؟ فضربتها لك في فاكتور 1 بلس اللوب جيم. تمام؟ معلش طلعت دي في غلطه. احنا قلنا البيف اوف ريزيستنس انكريسز باي 1 بلس لوب جيم والسلايد اللي فاتت الاوت ريزيستنس مالها المفروض ديكريس فبتحلي هو بس ايه؟ صلحنا الغلطه. خلاص يبقى اذا النوع الفيدباك ده اللي هو فولتج فولتج او سميناه شحن سيريس زي ما انتم شفتوا ايه؟ على الانبوت امبيدنس بس قلل من الاوتبوت امبيدنس. خلاص مهم بقى ان انت تختار نوع الفيدباك المناسب للابلكيشن بتاعتك. ممكن انت تبقى عايز تعلي الامبيدنس او تقللها فلازم تختار لك نوع الايه؟ الفيدباك المناسب وهنشوف مثال على ده كمان شويه. طيب قبل ما نسيب النوع ده تعال نبص على ايه؟ اكزامبل مبسط ليه كده ويمكن ده بالذات الاكزامبل اللي اتكلمنا عليه في اول محاضره في الفيدباك صح؟ لو جيت ابص عليه كده واضح نوع الفيدباك فعلا اهم حاجه ان انا اعرف ايدنتيفاي نوع الفيدباك ايه على طول صح؟ فالاوتبوت بتاعي فولتج انا حطيت له هنا ايه؟ سامبلنج نتورك اهي فانا بسامبل ايه هنا؟ سامبل فولتج يبقى فيدباك ايه؟ يبقى فيدباك فولتج اهو بطرحه من الانبوت فولتج صح؟ فيبقى اول ما شفت المساله دي انا على طول عرفت انها ايه؟ سابوتج فولتج فيدباك. وباين انها بسامبل بارل او شنط فاذا شنط سيريس فيدباك صح؟ ايه شنط هنا؟ لان انا حطيت التو ريزستور في بارل تو جراوند عشان اسامبل الاوتبوت. صح؟ لو مش عايز تكسير اللودنج زي ما احنا بنتكلم يبقى لازم الكونديشن اللي قلنا عليه في الفتره اللي فاتت ان حصل جمع التو ريزستور دول يبقى ايه؟ كبير قوي عشان ما ياثرش على الفي 4 والامبليفاير وكده. تمام؟ وطبعا الاوتبوت رايح فولتج فده فيدباك يعني يبقى ميكس ايه؟ ان سيريس لان انا بطرح الاثنين فولتجز من بعض. طيب ايه ميزه بقى الكلام اللي اتكلمنا عليه دلوقتي؟ انا لو جيت قلت لك انلايز المساله دي دلوقتي انت ممكن تعمل اناليسيز ازاي؟ ممكن تقعد تكتب ايكويشن صح؟ ممكن تقول والله ده ايه نوت وده وقت بقى معدل دي او بتساوي ايه نوت فدي ايه ناقص الفولت ده ومعرفش الفولت ده ايه وتحسبه من البوتنشال ديفايدر وتقعد بقى ايه؟ تكتب ايكويشنز كتير ممكن تحلها طبعا كده بس ميزه الفيدباك انه عمل لك ايه بقى؟ اداك طريقه مبسطه جدا. قال لك لا انت خلاص ما انا عارف دايما ان الفي اوت على الفي ان في الكلوز لوب هيبقى ايه؟ ايه على 1 بلس في البيتا صح؟ طب يبقى لو انا عارف احسب الفي فورورد جيم اللي هو الاي نوت والفيدباك فاكتور بيتا مش ممكن خلاص من غير ما افكر انا عارف ان هنا ان الفي فورورد جيم هو مين على طول؟ هو الاي نوت والفيدباك فاكتور بيتا هو مين على طول؟ الريشيو بتاع البوتنشال ديفايدر اللي هي ار 2 على ار 1 زي ار 2 مش كده؟ يبقى مش على طول اقدر اطلع اقف المعادله اللي هي ايموت على 1 بلس ايموت في البيتا يبقى جيت الجيم على طول من غير ما اقعد اعمل ايه؟ انا بس معقد بتاعي ومش كده بس افرض انا جيت قلت لك احسب لي بقى الاوتبوت امبيدنس بتاع الامبليفاير ده كلوز لوب هتعملها ازاي؟ هتقعد بقى تشيل ده وتحط السمول سيجنال موديل بتاعه وتفترض ان ليه ار او مش كده؟ وتشوف الفيدباك عمله ايه؟ لا انت خلاص عرفت نوع الفيدباك مش كده؟ حسبت الاي نوت والبيتا تروح عامل ايه على طول؟ هتروح معوض في المعادله دي او اللي هي اختها بتاعت الار اوتبوت وتقول لي والله الار اوتبوت على طول هي الاوتبوت بتاعت الامبليفاير ده بس حصلها ايه؟ اتقسمت على 1 بلس اللوب جيم وانا حسبت اللوب جيم. تمام يبقى شفنا ايه فيدباك تكنيك يبسط لي جدا حل المسائل بدل ما اقعد اعمل ايه؟ فيري ديتيل اناليسيز ممكن يبقى ايه؟ يعني طويل ومتعب انت خلاص اول ما تعرف تحسب اللوب جيمز او سوري في فور جيم وفي باك فاكتور تعرف ايه تحل المساله على طول ببساطه وهنشوف اكزامبلز بقى بعد كده ازاي بعمل الكلام ده حتى لما اكون عايز اخد تاثير من اللودنج يعني هنا بنعملها بطريقه مبسطه ان انا فرض ان مفيش تاثير للودنج هنشوف كمان حتى لو في لودنج في تكنيكس مبسطه جدا تخليك تعرف تعمل نفس التكنيك ده بوجود الايه؟ اللودنج فاكتور. اي سؤال على الجزء دي؟ انا بتاع فولتج فولتج انا نفسي واحد تاني النوع التاني هنسميه كارنت فولتج على اساس ان انا بسامبل هنا بسامبل كارنت يبقى سامبل كارنت ازاي؟ سيريس مش
كده؟ يبقى في باك اند فولتج، يبقى في باك فولتج ازاي؟ السيريز. مظبوط. فالاسم الثاني للفيدباك ده ايه؟ بدل كرنت فولتج فيدباك هو ايه؟ سيريز فيدباك. لان انا بسامبل سيريز هو ايه؟ يبقى ميكس سيريز. طيب لو الوضع كده يبقى الفيدباك نتورك دي عشان تبقى ايديال وما تاثرش عليا المفروض الانبوت امبيدنس بتاعتها تبقى عاليه ولا قليله؟ قليله جدا لان انا حاطط لاين سيريز المفروض تبقى ايه؟ فيري لو ار ان. طب بالنسبه للار اوت بيطلع لي كارت ولا فولتج؟ بيطلع لي فولتج يبقى على المودل 7 يبقى الايديال سيناريو الار اوت بتاعته تبقى ايه؟ قليله جدا. خلاص بقى يبقى عرفنا الايديال لو مفيش تاثير لودنج يبقى الار ان صفر والار اوت ايه؟ صفر. لو مش كده هنتكلم بقى على تاثير لودنج بعد كده. طيب جميل. ايه اليونتس بقى بتاعت كل امبليفاير؟ الامبليفاير اللي فوق داخله ايه وخارج منه ايه؟ الفولتج وخارج منه كارنت. يبقى وحداته ايه؟ كارنت على فولت، يعني واحد على ايه؟ واحد على ريزيستنس، مش كده؟ اللي هو بنسميه ايه؟ ترانس كوندكتنس. يبقى الامبليفاير ده از ترانس كوندكتنس امبليفاير واليونتس بتاعته اللي هي ايه؟ واحد على ريزيستنس. تمام؟ وهنمودلو بقى بايه دلوقتي؟ عشان نمودلو بجين ايه بقى زي ما عملنا في اللي فات؟ خلاص عشان ايه دي معناها ان هو يونتس. هنا يونتس يونتس بتاعته كارنت على فولت هنسميه جي ام عشان هو ترانس كوندكتنس بيحول الفولت تو ايه؟ تو كارنت. طب بالنسبه للفيدباك امبليفاير يعمل ايه؟ يعمل العكس مش كده؟ بيخش له كارنت يحوله لي لايه؟ لفولتج. يبقى وحدته ايه؟ فولت على كارنت اللي هي وحدتها ايه؟ ريزيستنس. فبنسمي الفيدباك امبليفاير ساعتها ان هو اتس ترانس ايه؟ ترانس ريزيستنس او ترانس امبيدنس امبليفاير. طب الجيت بتاعه لو بيوصل الاوتبوت على الانبوت هنسميه ايه؟ ار اف اللي هو ار عشان هو وحدته ريزيستنس واف عشان هو بس ايه؟ الفيدباك عشان نبقى مميزين بين المين باث وبين الايه؟ الفيدباك باث. خلاص كده الايربوت البي فيدباك بالاي اللي داخله هو مين؟ هو الترانس ريزيستنس بتاعته اللي انا هسميها ار اف. تمام؟ يبقى واضح ازاي عملت موديلنج للاثنين كده؟ طيب هموديل بقى ازاي عشان ابدا احل؟ طبعا في فورد امبليفاير طالما طلع لي كارنت يبقى افكر فيه ان هو ايه؟ احط له نقطه كده؟ اتس ديبندنت كارنت سورس. الار اوت بتاعها تخش ايه؟ بارلل. تمام. طب بالنسبه للامبليفاير الفيد فورورد المفروض ان هو فيري لو انبوت امبيدنس صح؟ يبقى هموديل ان هو ايه؟ انه شورت سيركت. هو في الاخر هياخد الكرنت اللي داخل من بتاعه هيضربه فينا هيضربه في ار اف ويحوله لي ايه؟ تو فولتج. ففي فيدباك في الحاله دي هتساوي ايه؟ ار اف اللي هي الترانس امبيدنس بتاعه الفيدباك امبليفاير مضروبه في اي اللي داخلها مش كده؟ والفي فورورد زي ما قلنا خلاص هو جي ام. طبعا الجي ام دي ان بارلل معاها ايه؟ الار اف. الجي ام دي مقصود بيها كانها هنا إيه؟ انا لو عايز ارسمها بس تفصيل اكتر كانها هنا كانها ديبندنت ايه؟ نوع سورس ده ايه؟ ها؟ كارنت سورس كده؟ اتس ا فولتج ديبندنت كارنت سورس. ليه؟ لان هو هيحول لي الايكوال فولتج اللي داخله تو ايه؟ تو كارنت. الاوتبوت بتاعته داخله ايه؟ من كارنت. طيب تعالوا نشوف الايكويشنز بتاعتي. تعالوا نعمل الايكويشنز بتاعت الجين الاول. الايكويشنز الجين يعني مش محتاجين مودل المعقد ده ممكن نعملها حتى من الموقع اللي من فوق. هجيبها ازاي؟ هو الـ V feedback بتساوي ايه؟ R F V و I output الداخلية مش كده؟ يبقى دي أول معنى V F هي R V F هي R F في I output أول معنى. طب المعادلة دي هجيبها منين؟ feed forward amplifier. هو الـ feed forward amplifier معادلته ايه؟ الـ output current هيساوي الـ GM في الـ input voltage اللي داخله. مين الـ voltage اللي داخله المرة دي؟ ها؟ اللي هو مين بالظبط كده؟ اللي هو V error بس مش كده؟ الجزء اللي داخله صح؟ يبقى المعادله الثانيه ان اي اوتبوت بتساوي جي ام في الفي ايرور، حيث الفي ايرور هي ايه بقى؟ في ان ناقص في ناقص في اف. يبقى اقدر على طول اكتب المعادله الثانيه ان اي اوتبوت بتساوي الجي ام في الفي ان ناقص في اف. طيب عوض دي هنا يبقى جبت على طول علاقه بمين؟ اي اوت في ام مش كده؟ يبقى جبت الاوتبوت كارنت على الانبوت فولتج طبعا كلوز لوب مش كده؟ ليها وحدات ولا مالهاش وحدات؟ ليها طبعا انها اوت كارنت على انبوت فولتج وحدتها ايه؟ ترانس كوندكتنس طبعا مش كده؟ طلع بتساوي جي ام على 1 بلس جي ام ايه؟ ار اف. يبقى برضه طلعت الفيد فورورد جيم ولا لا؟ طلعت الفيد فورورد جيم مقسوم على جيم برضه؟
1 بلس النيو جين. طب بس الفرق في الحاله دي النيو جين بقى عباره عن ايه؟ حصل ضرب مين؟ الجي ام في الار اف. برضه ليه وحدات ولا ملوش؟ ملوش وحدات. النيو جين نفسه حصل ضرب الاثنين ملوش وحدات. الجي ام طبعا واحد على ار والار ايه؟ كان وحدات ريزيستنس خلاص، بس النيو جين طلع ملوش وحدات برضه. طب فطلع نفس الايكويشن مفيش فرق، يعني واخده نفس الفورم بتاع الايكويشن اللي عملنا ديريفيشن في الحاله اللي فاتت، الفرق بس ان في فور جيم بقى ليه يونتس في الحاله دي. طيب تعالى نشوف بقى الار اوتبوت والار انبوت هيفرقوا ولا لا؟ اعمل ازاي الار اوتبوت؟ احط سورس دي اكس اسمي الكرنت هيتسحب منه اي اكس، بس عشان احسب الاوتبوت امبيدنس هعمل ايه بالانبوت هنا؟ الانبوت هو ايه؟ فولتج. هعمله ايه؟ شورت سيركت. طب هعمل شورت سيركت للانبوت. طيب عايز اجيب بقى علاقه بين دي اكس ومين؟ اي اكس. اجيبها ازاي؟ أول حاجة تعالى نشوف الفيدباك نتورك، الفيدباك نتورك دي بتديني فولت هنا صح؟ دي اف بيساوي كام؟ ار اف اي اكس المعادلة دي ما تتغيرش، نفس المعادلة اللي فاتت، فدي أول معادلة، دي فيدباك هي ار اف اي اكس، بس المرة دي بقى مين اي اكس؟ اللي هو الاي اكس اللي هيمشي كده صح؟ يعني الكارنت اللي هيمشي كده هيتوزع هنا ويرجع ايه؟ يمشي هنا تاني صح كده؟ فدي أول معادلة. طب المعادلة التانية جايبها منين؟ اكتب بي سي 2000 اكتب بي سي 2000 مش كده؟ طيب هل اعرف اكتب الكارنت اللي ماشي في ار اوت ولا لا؟ بالظبط كده الكارنت اللي ماشي في الار اوت دي مش الفولت، الفولت اكروس ار اوت هو مين على طول؟ مش ده شورت يبقى كان ده واقع فين كله؟ هنا يبقى الكارنت هو في اكس على ار اوت. طب يبقى اي اكس لازم نساوي ده زائد مين؟ زائد الكارنت اللي في الديبندنت سورس اللي هو قيمته ايه هنا؟ جي ان في مين؟ في ايرور مش كده؟ في ايرور اللي هي مين؟ ها نيجاتيف في اف مش كده؟ بس كل اللي عملنا ان انا هكتب الايكويشن ان جي ام في في ايرور اللي هي نيجاتيف في اف يبقى ده اللي هو الكلام ده لازم يساوي مين؟ ده ناقص ده يبقى لازم يساوي اي اكس ناقص في اكس على ايه؟ ار اوت. هتعوض بس في اف هنا يبقى جبت معادله من ايه؟ اي اكس وفي اكس تمام؟ جبنا المعادله اي اكس في اكس على اي اكس اللي هي مين؟ اللي هي الار اوت داش او اللي هي كلوز لوب اوتبوت ريزيستنس طلع بيساوي مين بقى في الحاله دي؟ طلع بيساوي ار اوتبوت الاوفر لوب بس اللي حصل لها ايه المره دي؟ ضربت في 1 بلس اللوب جين يعني عكس اللي عملناه من شويه ولا لا؟ في الفولتج فولتج فيدباك كانت الار اوت تطلع ار اوت على ايه؟ 1 بلس اللوب جين صح؟ هنا في الكرنت فولتج فيدباك عشان بسنس ان ايه؟ ان سيريز فبتسنس ان سيريز فعليت الايه؟ الاوتبوت الفيدباك فالاوتبوت الفيدباك طلعت انا ضربت في 1 بلس اللوب جين تمام؟ يبقى اذا لو عرفت معلومه اللوب جين عرفت تحسب الاوت بيس الجديده على طول ولا لا؟ يبقى عرفت احسب الايه؟ الاوت بيس الجديده بتاعتها على طول. في اي سؤال فيها؟ طيب تعالى نشوف الانبوت بيس بتتغير ازاي؟ خلاص هتلاقوا كل بقى تطبيق يعني كل الايه؟ اكسرسايز على نفس القوانين اللي احنا بنعملها دي. احسب ازاي الانبوت بيس هنا؟ ها؟ عايز اكسب الانبوت امبيدنس فهعمل ايه؟ احط سورس اسمه بي اكس واحسب الكارنت اللي ماشي في اي اكس واقسمهم مع بعض. طيب خلي بالك هو هنا كان نوع الانبوت اصلا ايه؟ كان اصلا نوع الانبوت كارنت سورس بس هل تفرق معايا؟ ما تفرقش صح؟ انا هشيل الانبوت سورس ده خالص ريجاردلس هو كارنت ولا ايه؟ ولا فولتج وانا هحط السورس بتاعي اسمه بي اكس وايه؟ واي اكس. يبقى بي اكس هو الفولتج اللي داخل واي اكس الكارنت اللي ايه؟ اللي هيسحبه واكتب الايكويشنز بتاعته تمام؟ طيب هكتب الايكويشنز بتاعته هعملها ازاي بقى دلوقتي؟ تعالى نفكر فيها هو الكرنت اللي اسمه اي اكس ده هيمشي فين كله؟ الكرنت هيمشي فين؟ كله هيمشي في الار ان مش كده؟ ما هو انا الار ان دي بالموديل اللي انت امبيدنس بتاع مين؟ بتاع الترانس كوندكتنس دي مش كده؟ بتاعت الجي ام فمفيش حاجه هتخش بقى فيها خلاص كل الكرنت هيمشي فين؟ في الار ان دي يبقى اعرف اجيب علاقه على طول بين في ايرور واي اكس ولا لا؟ خلاص بي اكس هتساوي بي ايرور قصدي هتساوي اي اكس اوكي في ار ان مش كده؟ يبقى دي اول ايه؟ اول ايكويشن. طيب وفي اكس هي مين على طول؟ او متاسف بي ايرور هي مين؟ مش هي الفرق بين في اكس وفي اف؟ طيب يبقى اقدر اساوي الكلام ده بفي اكس ناقص ايه؟ ناقص في اف. طب اكمل المعادله هي في اف هي عباره عن مين برضه على طول؟ لا هي ار اف واي اوت معوض يبقى في اكس ناقص ار اف اي اوت يبقى العلاقه اللي فوق دي جبت علاقه من اي اكس وفي اكس بس ناقصت فيها مين؟ اي اوت
عايز اشيل بس منها الترم بتاع اي اوت. الاي اوت على رسم ايه هو فين؟ ها؟ على رسم الديبندنت سورس، عشان نتخيل ده جواه كده الديبندنت سورس اللي هو قيمته ايه؟ قيمته الجي ام في مين؟ في البي ايرور. خلاص يبقى المعادله الثانيه هشيل بقى الاي اوت من هنا كده، هي الاي اوت دي هشيلها واحط ده جي ام في مين؟ في البي ايرور. حيث البي ايرور هي مين؟ ها؟ البي ايرور هي اي اكس في مين؟ ار ان، صح؟ عشان احنا لسه كاتبينها من شويه. فيبقى اشيل الاي اوت واحطه بالايه؟ الاكسبرشن ده اللي هو جي ام في مين؟ في البي ايرور، والبي ايرور هو اي اكس في ار ان. يبقى على طول جبت علاقه بين مين؟ في اكس واي اكس، انها على طول يبقى جبت الاكسبرشن بتاع مين؟ كلوز لوب انبوت امبيدنس. فلقيت ان كلوز لوب انبوت امبيدنس طلعت لها حقوق الاوبن لوب، طلعت تساوي اوبن لوب امبيدنس. بس المره دي حصل لها هنا اتضربت في 1 بلس اللوب جيم. شبه اللي فاتت ولا لا؟ شبه اللي فاتت بتاعت الفولتج فولتج ضرب الانبوت امبيدنس لو تفتكروا زادت واتضربت في 1 بلس اللوب جيم، صح؟ ليه؟ لان انا بميكس هنا في الانبوت ان ايه؟ السيريز. فالانبوت امبيدنس بتاعتي فعلا ب 1 بلس الايه؟ اللوب جيم. تمام؟ واضحه؟ خلاص يبقى في فروق ولا لا بين التوبولوجيز؟ في فروق لازم نبقى فيري كيرفول. الشكل العام بتاع الايكويشن بتاع الفيدباك هو هو اللي هو في فور جين على 1 بلس لوب جين، ده الشكل العام ده مظبوط. بس في بروبرتيز بقى ثانيه في الدايره ممكن تختلف على حسب ايه؟ نوع الفيدباك بتاعي. تمام؟ اي اسئله في النوع ده واضح؟ لو هي انفنت مثلا خلاص يبقى الثانيه هتبقى ايه؟ اوف تبقى انفنت برضه. طيب هو اصلا ملوش علاقه بالانفنت يعني؟ مش ملعب مش ملوش يعني، يبقى هو انفنت، يبقى هو فيري ايديال امبليفاير. قبل الفيدباك هو الانفنت امبيدنس بتاعته انفنت، انا ما عملتش فيدباك ما زالت انفنت برضه. يعني قصدي ان انا في الكونفجريشن نفسه انا ما حطيتش الريسنس ايه؟ لا ما انت لو ما حطيتهاش معاها انت بتفترض ان هي ايه؟ ان هي انفنت. صح؟ بس مش شرط في امبليفايرز ممكن يبقى ليها فاينايت انبوت امبيدنس. ماشي، فاينايت دي هتبقى تفتكر نفسك مش فين دوت. بص هو ممكن خليني اسمها لك ممكن الموديل ده يكون متلخبط شويه. انت ان جنرال لما تيجي موديل الامبليفاير موديل ازاي؟ الامبليفاير ده نوعه ايه اللي احنا ماسكينه؟ الامبليفاير اللي احنا ماسكينه ده الانبوت بتاعه كرنت والاوتبوت فوق. مش كده؟ لا سوري انا اسف. الانبوت بتاعه كرنت مش كده؟ الانبوت فولتج. الانبوت فولتج انا اسف. الانبوت فولتج والاوتبوت ايه؟ كرنت. طب لو الاوتبوت كرنت انت بتمر القانون هنا بايه؟ بترانس كوندكتنس جي ام في مين؟ للبي ام طلع في الشيرو وبتمر له بمورتل وبتمر الار اوت مع كده. صح؟ طب من ناحيه الانبوت بقى انت حطيت له بي ان هيسحب اي ان. ازاي موديل الانبوت امبيدنس بتاعته؟ الموديل بتاعته. فدايما دايما الامبليفاير ده انت هتشيله وتحط له ايه؟ الموديل اللي المنظر ده. صح كده؟ فالار لو الار ان بتاعتك انت خلاص هترسمه من غير دي. هو عشان كده هنا خلي بالك هو ايه اللي رسمها لك بره يعني؟ فاهم؟ كانه بس طلع دي بره وكانه هو ده مين؟ هو ده الشيء انا بتاعه. طيب تعالوا نبص على ايه؟ على ثالث نوع، مش كده؟ احنا عملنا اول نوعين، انا بقى نبص على ثالث نوع مختلف شويه، تمام؟ اللي هو مين؟ فولتج كرنت فيدباك. خلاص؟ فولتج كرنت بمعنى ان انا بسند ايه في الاوتبوت؟ بسند فولتج في الاوتبوت وبميكس ايه في الانبوت؟ بميكس كرنت، مش كده؟ طيب لو بسند فولتج يبقى بسند من ايه؟ شنط او بارلل. فميكس كارت يبقى ميكس ايه؟ برضه شنط او بارل. فالاسم التاني من النوع ده من فيدباك ايه؟ شنط شنط فيدباك. خلاص؟ لان الفولتج هي في الاوتبوت والكارت فين؟ في الانبوت. طيب لو الفيدباك نتورك دي عايزه تبقى ايديال من ناحيه الاوتبوت هنا يبقى الانبوت امبيدنس بتاعها هيبقى كام؟ انفنت. مش كده؟ عشان ما تعملش لودنج على الفولتج اللي انا بعمل له سامبلنج. طيب لو الفيدباك نتورك هنا برضه مش عايزه تلود وعايز كل الكارت اللي خارج منها يروح هناك يبقى الاوتبوت الانسايت هتبقى ايه؟ بتعلي. مش كده؟ تبقى انفنت لان انا
الفيدباك ده is providing a current for a model بايه؟ بنورتن والار اوت ده بتيجي بارلل. لو عايز كل الكارنت اللي عندها انبوت يبقى الار اوت دي تبقى ايه؟ انفينيت. فيبقى الايديال سيناريو لو مش اي لوبينج يبقى الار انبوت تلاقيها انفينيت والار اوت تلاقيها ايه؟ انفينيت. وهمودل الفيدباك نتورك ازاي؟ ها الكارنت سورس مش كده؟ ديبندنت ديبندنت على مين؟ على فولتج مش كده؟ طيب نوع ايه؟ It's a voltage dependent current source صح ولا لا؟ طب وحداته ايه؟ هو بيطلع لي current وبياخد ايه؟ بياخد voltage يبقى current على voltage يبقى وحداته ايه؟ واحد على اربعة يبقى الفيدباك نتورك في الحالة دي هتبقى ترانس ايه؟ ترانس كوندكتنس مش كده؟ فهسمي الفاكتور بتاعها المرة ايه؟ جي ام فيدباك جي ام اف تمام؟ جي ام فيدباك لان هي بتاخد voltage وبتطلع لي ايه؟ بتطلع لي current يبقى الفيدباك نتورك بقى ليها وحدات ولا لا؟ ليها وحدات في الكيس ده وحداتها ترانس كوندكتورز او ايه؟ واحد على ريزيست. طيب الفيد فورورد امبليفاير بياخد ايه؟ الانبوت كارنت الاوتبوت فولتج يبقى وحداته ايه؟ فولت على كارنت يبقى ترانس ايه؟ ترانس ريزيستنس مش كده؟ فلما اجي امودل همودل بايه بقى؟ اسميها ايه؟ ار او ار او بمعنى او ار نوت يعني بمعنى ايه؟ ان هو وحداته ريزيستنس هو اذا ترانس ريزيستنس او ترانس امبيدنس امبليفاير ان هو بياخد انبوت فولت انبوت كارنت يطلع لي اوتبوت ايه؟ اوتبوت فولتج تمام؟ طب في الحاله دي هموديل الفيد فورورد امبليفاير ازاي؟ ها يعني احنا اتكلمنا هموديل الفيدباك امبليفاير ازاي مش كده؟ الفيد فورورد بقى هموديله ازاي في الحاله دي؟ هو بياخد ايه؟ بياخد انبوت ايه؟ كارنت واوتبوت فولتج صح؟ اوتبوت فولتج يبقى هموديله نورتون ولا تاني؟ ها؟ يبقى مودلو تمام مش كده؟ طالما طلع لي اوتبوت فولتج. طيب يبقى مودلو بقى ديبندنت سورس نوعه ايه؟ كارنت ديبندنت ولا فولتج ديبندنت؟ اذا كارنت ديبندنت فولتج سورس قيمته ايه؟ ار نوت في مين؟ ار نوت في الاي ان اللي قبلها مش كده؟ بس دي الايه؟ الاي ان. طيب والانبوت ريزيستنس بتاعته مودل ازاي؟ هيخش على ايه؟ على ار ان استجرام صح؟ كده يبقى ده الايه؟ الموديل بتاع الفيد فورورد امبليفاير دي انبوت ريزيستنس وداخل له انبوت كارنت معين هيعمل انبوت كارنت ده ويضربه في الايه؟ في الترانس امبيدنس جين بتاعته او الترانس ريزيستنس جين اسمها ار نو ويطلع لي في الايه؟ الاوتبوت از فولتج تمام؟ لا الار انبوت دايما هي اللي انت شايفها من الانبوت بتاع اي سيركت تو جراوند مش سيريس خلاص؟ بص ما تلخبطش بالرسمه هنا، الرسمه هنا هو رسمها سيريس بس هو رسم هنا الحقيقه دي هو كانه فاكر انت اللي فاتت كان بيطلع الار ان بره هو عامل كده هنا بره، الرسم ده مش از فولتج امبليفاير ليه؟ لان احنا عارفين ان ده المفروض يعمل ايه؟ المفروض يخش له كارنت ويطلع فولتج فده لو بيخش له كارنت لو هو ايديال وهو طلع لك الار ان بره يبقى يمكن يكون سبب كام؟ صفر طيب فالرسمة هنا معلش هي مركبة شوية، يعني الحقيقة النود دي مالها هنا؟ لو عايز ترسمها صح يبقى النود دي كأنها هنا. هو فاضل إن أنت فاهم دلوقتي إن البلوك ده مش فولتج امبليفاير، إن البلوك ده بياخد الإنبوت كارنت اللي داخله اللي هو في الحالة دي اسمه هنا؟ الإيرور كارنت، أي إيرور صح؟ هيخش له هنا فخلاص هو حاطط لك الأر إن فين؟ رسمها لك أر، فخلاص داخل على إيه؟ على جراوند بقى. تمام في كل الكارت اللي هيخش هنا هيضرب في الار او ويضرب از ايه؟ از فولتج تمام؟ طيب تعالى نانلايز المساله خطوه خطوه تعالى نبدا بالاناليس بتاع الايه؟ كلوز لوب جين ممكن نعمله بالبلوك دايجرام مش لازم نعمله بسيط جدا نعمله ازاي هنا؟ ايه العلاقه بين الاي اف والاوت فولتج؟ هو الاي في باك هو بتاع دول جي ام اف في البي اوت يبقى ليه معادله فوق طب المعادله الثانيه اجيب الفي اوت ازاي للفي فورورد؟ ما هي الفي اوت هي الار او او الار نوت بتاعت الفي فورورد بايب اللي هو فين؟ في الاي ايرور اللي داخلنا اللي هو عباره عن ايه؟ اي ان ناقص ايه؟ ناقص اي في باك كانك بس خدت كي سي ال هنا كانك عملت كي سي ال عند دي عند النوت دي صح؟ فالاي ايرور هو اي ان ناقص ايه؟ اي في باك يبقى كتبت كده المعادله دي الثانيه اللي فوق تعوض المعادله الاولى في الثانيه احلها هجيب على طول في اوت على ايه؟ على اي ان جبنا في ار على اي ان طلعت ليها وحدات ولا لا؟ انا طلع كلوز لوب جين ليه وحدات وحدته ايه؟
ريزيستنس مش كده؟ فبتاع الاكسبتانس ريزيستنس امبليفاير بيساوي الار مود على 1 بلس اللوب جين فاكتور مش كده؟ واضح برضه اللوب جين طلع يونتس ولا لا؟ اللوب جين اصلا ضربهم يونتس بس المره دي فرقت ان ايه؟ بقى في 4 هو الترانس كوندكتور والفيدباك هو اللي ايه؟ متقسم الفيدباك هو الترانس كوندكتورز والفي 4 هو اللي ايه؟ الترانس ريزيستنس الار. طيب يبقى كده جبنا الاكسبرشن بتاع مين؟ بتاع الكلوز لوب جين. طلع رقم برضه مفيش فرق كبير. انت لما تبص على ايه؟ الار اوت والار ان. طب الار اوت السيناريو بيحسبها ازاي؟ احط السورس بتاعي في اكس واي اكس واجيب الريشيو منه. اعمل انبوت بقى الكرنت اللي داخل الاي ان. بالظبط اوبن مش كده؟ اللي هو ان اندبندنت كرنت سورس داخلي لازم اعمل له ايه؟ اوبن. اوبن اي ان اهو. كاني عملت له ايه؟ اي ان بصفر شيل. خلاص؟ هو هنا بس غير الرسمه، رسمها بايه؟ سمر بس مش فارقه انا فاهم انها ما بسام ترانس كانها نود واحده يعني مش كده؟ دي نود واحده ترانس داخله عليها في ستوب صفر. فيبقى ايه العلاقه على طول بين اي اي واي اف؟ نكتب بعض. نكتب بعض بس مش شرط نكتب لان اي اي انا فاضل ان هو داخل هنا واي اف انا فاضل ان هو ايه؟ داخل هنا. دايما الترانس بنختار في التو كور نتوركس بنختار ان هي داخله على ايه؟ داخله على الكورس بتاعها. خلاص فيبقى العلاقه بين اي اف واي ار هم نكتب بعض بس. طيب العلاقه اللي بجيبها من الفيد باك نتورك ان اي اف بيساوي ايه؟ ان اي ام باك بيساوي جي ام اف ايه؟ كان في اللي دخلنا البي هنا من ايه بتاعته؟ ما هي البي اكس مش كده؟ مش البي اكس انا حطيته هنا خلاص يبقى هو ده دخل لي على الفيد باك نتورك يبقى الاي اف بيساوي جي ام في باك في ايه؟ في جي اكس دي اول معادله. طيب دي تاني معادله منين؟ تاني معادله هجيبها من هنا صح؟ هو ده بيطلع لي اول ايه؟ فولتج. طب فانا عارف الفولت ده الفولت ده بيساوي ايه؟ بيساوي الار مود في انهي كارنت؟ اي 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 اللي هو مين على طول؟ نيجاتيف اي اف. طب فانا عرفت الفولت ده طب مش الاي اكس ده كله ماشي فين؟ الار اول انا مش حاجه نازله هنا احنا دي اوبن اي دي مش اي لوجيك فيبقى الفولت ده مش كده؟ لو طرحت منه اي اكس في ار اوت يبقى جبت اي فولت على طول؟ يبقى جبت الفولت بالظبط كده فيبقى في اكس اطرح منه اي اكس في ار اوت يبقى ده هيساوي ايه؟ الفولت الفارم هنا اللي هو ار او في اي بي اللي هو نيجاتيف ايه؟ اي اف اللي هو نيجاتيف اي اف يبقى جبت المعادله الثانيه شيل بقى اي اف من هنا عوض يبقى جبت العلاقه بين ايه؟ اي اكس في في اكس جبت العلاقه بين في اكس على اي اكس اللي هي تعتبر مين؟ اللي هي ار او داش اللي هي كلوز لوب اوتبوت امبيدنس بتاعتي تمام؟ طلعت ايه بقى الحاله دي؟ طلعت الكلوز لوب اوتبوت امبيدنس هي الاوبن لوب اوتبوت امبيدنس بس اتقسمت على ايه؟ 1 بلس اللوب ايه؟ شبه مين؟ شبه اول واحد اللي هو الفولتج فولتج فيدباك صح؟ ليه؟ لان برضه في الاوتبوت انا بسامبل ان بارلل فبرضه حصل ايه؟ قللت لي الاوتبوت امبيدنس ب 1 بلس الايه؟ اللوب جين يبقى برضه اول ما عرفت احسب اللوب جين مش محتاج بقى اقعد اعمل كل الاناليسيز دي تاني يبقى عرفت احسب الايه؟ في اي سؤال في الاوتبوت امبيدنس؟ واضحه؟ طيب تعالى نبص على الناحيه الثانيه الانبوت امبيدنس احسبها ازاي في السيناريو ده؟ الانبوت امبيدنس انا كان عندي انبوت كارنت سورس الحاله دي مش كده مش هتفرق قلنا هشيله واحط السورس الجديد بتاعي اللي اسمه في اكس والكارنت المسحوب منه ايه؟ اي اكس واجيب علاقه بين في اكس واي اكس. طيب سهله ولا لا؟ كلها عباره عن ايه في الاخر؟ هكتب بس في سي ال ايكويشنز هي اي ايرور ده داخل فين؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان هو مجازا النقطه دي اتفقنا ان هي عباره عن ايه؟ اتس جراوند كده لان خلاص انا طلعت الار ان بره الرسم صح ايه العلاقه بين الاي ايرور وبين الفي اكس هو الاي ايرور ماشي فين؟ هو اللي ماشي هنا صح؟ طب ايه علاقه الاي ايرور ده بالفي اكس؟ ها ما خلينا نقول السمر ده كان عباره عن ايه؟ هو نود مش كده انا بقول معاه ده ده نفس النود فهي البوتنشال النود دي بيساوي ايه؟ بيساوي في اكس خلاص يبقى الاي ايرور هو في اكس على مين على طول؟ في اكس على الاي على طول صح ولا لا؟ يبقى الفولتج في اكس ده هيمشي كارت الاي ايرور اللي هو في اكس على ايه؟ على ار يبقى دي اول معادله جدا الاي ايرور هو في اكس على ايه؟ ار. طيب جميل اكمل ازاي؟ مش برضه ممكن اكتب كي سي ال عند النوت دي؟ كي سي ال ده بتقول ايه؟ ان الاي اكس لازم يساوي مين؟ يساوي مجموع تو كارت سول لازم يساوي اي فيدباك زائد ايه؟ اي ايرور. اول الاي ايرور هو العكس يعني اي اكس ناقص ايه؟ اي فيدباك فاعتبرها هنا
ده بيساوي اي اكس ناقص اي فيدباك. طب واي فيدباك هجيبها منين؟ جي ام فيدباك في مين؟ في الفي اوت، صح ولا لا؟ يبقى اشيل على طول دي واكتب ان هي ايه؟ ماينس جي ام فيدباك في اوت. طيب يبقى ناقص ايه اللي في المعادله لازم اشيله؟ في اوت، مش كده؟ يبقى المعادله اللي فوق دي بقى عندي اي اكس او عندي سوري في اكس على اي في ناحيه والناحيه الثانيه عندي اي اكس بس في في اوت، فلازم اشيل في اوت من المعادله. اشيلها ازاي بقى؟ هي في اوت اشيلها احطها دلالة ايه؟ بالظبط كده، جايبها من الترانس ريزيستنس امبليفاير. عشان في اوت بتساوي الار نوت في مين بقى؟ الكارنت اللي داخله اللي هو الاي اي، صح؟ طب والاي اي ده لسه قايلين هو مين؟ في اكس على ايه؟ على اي. يبقى شلت بس الفي اوت وحطيتها ايه؟ ار نوت في الاي ار اللي هو ايه؟ في اكس على ار ان. يبقى كده جبت على طول معدل في اكس وايه؟ اي اكس. نقسمهم مع بعض يبقى جبت كلوز لوب انبوت امبيدنس. طلعنا في الحاله دي اتقسمت على 1 بلس اللي انا جايبها. وبرضه ميك سنس ان انا بزيد باك ان ايه؟ ان بارلل فهيقلل لي الانبوت امبيدنس ب 1 بلس ايه؟ اللوب. يبقى النوع ده من الفيدباك اللي هو الفولتج كارنت عمل ايه؟ قلل الاثنين، صح؟ قلل لك الاوت امبيدنس بالفاكتور بتاع 1 بلس لوب ايه؟ وقلل لك الانبوت امبيدنس بايه برضه؟ ب 1 بلس بفاكتور 1 بلس ايه؟ اللوب ايه؟ طيب هل نشوف مثال على الكلام ده عشان بس نربط الكلام ده بالسيركت. طيب لو جيت اقول بص على الامبليفاير ده حدد لي نوع الفيدباك، خلاص؟ احنا شفنا مثال زي ده المره اللي فاتت، بس المره اللي فاتت كنا بنتكلم على الايه؟ سنسنج تكنيك لوحده والميكسنج لوحده. تعالى بقى نشوف الاثنين مربوطين ببعض ونحاول نفهم كده الايه؟ ده هيشتغل ازاي؟ الاول لما نبص على السيركت زي دي فيها فيدباك ولا ما فيهاش؟ طيب الفيدباك بتاعت مين فيهم؟ ها؟ اللي في ار اف ولا اللي في ترانزستور؟ اللي في ار اف. ليه؟ لان الترانزستور الانبوت داخل من هنا. الترانزستور هياخد الانبوت اللي في الجيت يحوله ايه فين؟ في الدرين. يبقى مش شايل سيجنال من هنا لهنا. يبقى الفيد فورورد باك هو اللي ايه؟ ترو ترانزستور للاوت. امال مين اللي عمل فيدباك اللي ربط بقى الاوت تاني الانبوت؟ وجود الايه؟ الار اف. طيب طبعا الار اف دي ممكن تعمل لودنج على التايم، مش كده؟ بس احنا لسه مش هنتكلم عن لودنج دلوقتي. طيب تعالى نفترض ان مفيش لودنج، ماشي؟ مفيش لودنج معناها ايه؟ معناها ان انت لو شلت الار اف من غير فيدباك ورحت حطيتها مفيش حاجه اتاثرت في الدايره من ناحيه ان انت عملت لودنج، تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان الار اف دي تبقى اكبر من مين؟ من الار دي دي، مش كده؟ لو الار اف دي اكبر من الار دي يبقى لو كان ماشي مثلا سمول سيجنال كارنت معين هنا وانت رحت جاي موصل الار اف كان مفيش إيه حاجه بتنشر بالاساسيه فيها دلوقتي، مش كده؟ هنتكلم بعد كده على تاثير اللودنج ده بالظبط بعد كده، بس خلينا نأسيوم ده مفيش لودنج. طيب لو مفيش لودنج انت بتسامبل ايه هنا؟ سامبل فولتج في الاوتبوت، مش كده؟ الاوتبوت بتاعي فولتج، يبقى انا بسامبل فولتج، هيبقى في الاوتبوت فولتج. طب في الانبوت بميكس ايه؟ بميكس كارنتس. يبقى اول ما بصيت على المساله عرفت على طول انها اتس فولتج كارنت فيدباك تو كولج او شنت شنت تو كولج، مش كده؟ طيب يبقى من غير ما احل المساله واقعد اعمل اناليسيز معقده ويبقى عندي سمول سيجنال موديل واشيل الار، هل اعرف انلايز المساله؟ هل اعرف اقول لك الجيم واحسب لي الانبوت والاوتبوت امبيدنس؟ تعال نفكر كده، ازاي احسب اللوب جين بطريقه مبسطه طالما انا بقول مفيش لودنج؟ ابسط طريقه احسب بيها اللوب جين ازاي؟ ها؟ هو اللوب جين ده قلنا عباره عن ايه؟ لو دخلت سيجنال في حته من الفيدباك عايز تشوفها هترجع لي الموضوع في كام؟ مش ده تعريف اللوب جين؟ اتكلمنا عليه في اول محاضره اللي هو الاي في بي، صح؟ التوتال لوب جين. طب اعملها ازاي هنا؟ هل ده ليه علاقه بالانبوت؟ لا خلاص، انا ممكن اشيل الانبوت ده او ممكن سيركت السورس عشان هو كارنت. طب انا عايز انجكت سيجنال هنا واشوف هترجع ازاي؟ اعمل ايه؟ اقطع اللوب هنا، اقطع الفيدباك لوب زي ما انا عامل هنا وانجكت تيست سيجنال، تمام؟ انجكت حاجه اسمها في تيست واشوف في تيست دي هتلف في اللوب وترجع لي على نفس النقطه اللي قلتها كام؟ يبقى مش ده اللوب جين ولا لا؟ هو ده اللوب جين. طبعا انا فرض ان مفيش لودنج هنا، اللودنج هيغير الحس ده. طب لو الكلام ده صح يبقى اللوب جيم بتاعك كام؟ جي ام ار دي. بالظبط كده، جي ام ار دي. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ها؟ هو السيجنال دي هتمشي ازاي؟ هتيجي هنا مفيش كارت اتش ار اف، صح؟ لان داخل على الاوبن. فيبقى الفي تيست جت هنا، يبقى الفي تيست هتحول لجي ام في في تيست، تتضرب في مين؟ في ار دي. اشاره ايه؟ اشاره نيجاتيف. يبقى اللوب جيم طلع نيجاتيف جي ام في الار
الار دي. طب ايه النيجاتيف دي؟ صح ولا غلط؟ صح كده. انا اول ما قلنا على الفيدباك قلنا لازم يبقى في ايه؟ نيجاتيف فيدباك عشان الدنيا تبقى ستيبل. كنا زمان بنرسم النيجاتيف فين؟ بره كده في سمر. بس انت في الاكشوال سيرفيس مش لازم يبقى في سمر. المهم في الاخر السيجنال تقل الفيز بتاعها كام؟ 180 درجه لما تبقى عشان الفيدباك بتاعك يبقى ايه؟ او السيستم بتاعك يبقى ستيبل. فالنيجاتيف دي فعلا ايه؟ موجوده. بس لو عايز تاخد الماجنتيود بقى بتاع اللوب جين اللي هو الايه في البيتا اللي هو يبقى عباره عن ايه دلوقتي؟ الجي ام في الار دي. صح؟ طب هل ده دلوقتي سيب لي دلوقتي اوت بينس بالفيدباك ده ولا لا؟ ازاي احسب اوت بينس؟ مش انت عرفت اللوب جين؟ طب انا هعمل ايه بقى؟ احسب الاوت بينس على الامبليفاير من غير فيدباك اللي هي عباره عن مين دلوقتي؟ ار دي فرق مع ار دي. لو عملت ار دي هي ايه؟ ار دي. يبقى في كلوز لوب ايه الاوت بينس الجديده؟ عوض مين بقى من غير ما اقعد اعمل حسابات تاني في المعادله اللي هي السلايد اللي فاتت اللي هي عباره عن ايه؟ ار اول على ايه؟ على واحد زائد اللوب جين. وانا حسبت اللوب جين يبقى هيطلع مين؟ ار دي على واحد بلس جي ام ار دي. تمام؟ لو مش مقتنع اعمل اناليسيس للدايره دي. اكزاكت بقى اناليسيس وشوف وقارن الاكسبريشنز ايه ببعض. طب هل اعرف اجيب الجين برضه ولا لا؟ اقدر اجيب كلوز لوب جين؟ مش انا عرفت اللوب جين؟ صح؟ وعرفت في فور جين ولا لا؟ اقدر ايه احسب. بس طبعا هنتكلم عليها المول ديتيلز لما نشوف بقى تاثير اللودنج. لان تاثير اللودنج ايه؟ ممكن يفرق إيه معاك في المساله دي. فهنبقى نحلها تاني بعد كده لما نتكلم بالتفصيل على الايفكت بتاع اللودنج. قصدي ماشي يعني شفنا الفيدباك ثيري اللي بسط الايه؟ الديزاين ازاي؟ حول لي بدل ما كان امبليفاير شكله انا مش متعود عليه رجعوا لي امبليفاير سنجل ستيج زي اللي احنا ايه؟ درسناهم وعملنا لهم نفس التفصيل قبل كده. طيب مثال تاني برضه على النوع ده، النوع ده من الفيدباك مشهور شويه اللي هو الايه؟ الفولتج كارنت. بيستخدم في سيستمز كتير قوي فعلا. تسمعوا عن الاوبتيكال فايبرز. الاوبتيكال فايبرز دي عباره عن ايه؟ انت بتنقل الانفورميشن بتاعتك او الداتا بتاعتك عن طريق الليزر تمام؟ في كابل اوبتيكال. بس بعد كده انت بتاخد حاجه الاوبتيكال سيجنال دي تحولها الى ايه؟ الالكتريكال سيجنال عشان تدخلها مثلا على السيرفر او على الكمبيوتر بتعرف انها بروسيسنج. فاول حاجه في الاوبتيكال سيستمز دي ان بيجي لك سيجنال من الاوبتيكال فايبر بتنزلها على حاجه بنسميها فوتو دايود بترسوه بعد كده. فوتو دايود ده هيحول لك الاوبتيكال سيجنال دي انتو ان الالكتريكال سيجنال. خلاص فالدايود ده بينزل عليه الاوبتيكال سيجنال بيحولها لك انتو كارنت. الكارنت ده بيبقى بروبورشنال لايه؟ للسيجنال الموجود. طب فمودل السيستم ده ازاي؟ خلاص الدايود ده مودل ان هو كارنت سورس. قيمه الكارنت بروبورشنال للايه؟ للداتا بتاعتك. طب جميل قوي. طب انا عايز احول بقى الكارنت سيجنال اللي جاي لي تبقى فولتج عشان اعمل لها بروسيسنج. ايه اسهل طريقه احول الكارنت لفولتج؟ اضربها في ريزيستنس صح؟ تخيل الدايود ده كارنت سورس ماشي في ريزيستنس يبقى في اوت على اي مكان. بالار يبقى انت حولت الاوبتيكال سيجنال انتو ايه؟ افولتج الكتريكال فولتج تقدر بقى تعمل بروسس اللي انت عايزه. طبعا الدايو ده مش ايديال تمام. الدايو ده ليه باراسيتكس زي ما اتكلمنا على الترانزستورز فهيظهر معاه ايه؟ كاباسيتنس بنسميها سي دايو. طب ايه مشكله الموضوع ده بقى؟ المشكله في موضوع زي ده انت كل ما تيجي تحاول تكبر الجيم بتاع الامبليفاير بتاعك ده الامبليفاير ده نوع ايه الاول؟ فولتج. وطبعا يعني مش امبليفاير قوي بس يعني لو فكرنا فيه امبليفاير يبقى ترانس ايه؟ اذا ترانس ريزيستنس لان هو بيحول لي كارنت فولتج مش كده؟ طب الجيم بتاعه مين؟ ار واحد. كل ما عاوز اكبر السيجنال لازم اعمل ايه في ار واحد؟ لازم ازودها. طب بخسر ايه بقى لما ازود ار واحد؟ الار سي دول بيعملوا لي في السيستم عن ايه؟ هيعمل لي بول. مكان فين البول ده؟ واحد على ار سي او مين بقى على ار سي؟ يبقى كل ما اكبر الار والكباسيتس حتى يحصل ايه للباندوز بتاع السيستم بتاعي؟ عادي تمام؟ فدي مشكله في تريد اوف ما بين الجيم والبانل. طب بنحل الموضوع ده ازاي؟ بنحله بدايه من فيدباك بسيطه للمنظر ده. ازاي بقى عملنا ايه هنا؟ خدت نفس الدايود ده اللي جاي لي كارنت بس بدل ما ادخله على ريزيستنس على طول دخلته على الامبليفاير وعملت فيدباك كده بريزيستنس. ليه؟ انا عايز اعمل ايه؟ تعالوا نفكر كده الفيدباك ده نوعه ايه؟ فولتج كارنت. ليه؟ بس انا في الاول فولتج ويبقى فيدباك انبوت ايه؟ انبوت كارنت يبقى فولتج كارنت. هو النوع ده من الفيدباك بيعمل ايه في الانبوت امبيدنس؟ بيعليها ولا بيقللها؟ بيقلل الانبوت امبيدنس صح؟ الناس عملها اناليسيس
بص اللوب ايه؟ طب لو انا قللت الجيب الكبير ساكتيفاير ده كويس للبانوث ولا مضر للبانوث؟ ده ممتاز صح؟ ليه؟ لان البانوث الجديد هيبقى واحد على ايه؟ ار ام بتاع الفيدباك امبليفاير في السي ان، يبقى كل ما قلل الار ام دي هعمل ايه؟ هيكسب البانوث اوبريشن صح؟ طيب بس هعمل ايه بقى في الجين بتاع الامبليفاير 50 كيلو ساكتيفاير بتاعي؟ هعمل له اناليسيز ازاي الامبليفاير في المنظر ده؟ عشان احسب الجين بتاعه. الاول طيب تعالوا نسمه هنا، طبعا انا ممكن احله يعني طرق كتيره جدا، ممكن احله بالفيدباك بالتنس اند ريزو، وممكن احله باكزاكت اناليسيس صح؟ نكتب ايكويشنز على طول، وفي طريقه ابسط كمان ممكن احله بايه؟ ميرور، مش عندي ار ما بين تو نودز وعارف الجين، يبقى الار دي تنزل فين في الانبوت على طول؟ يبقى الار انبوت دي تبقى بكام على طول؟ مش هي الار على ايه؟ على واحد ناقص الجيم اللي هو واحد زائد ايه؟ واحد زائد ايه؟ يبقى فعلا ده متفق مع الكلام بتاع الفيدباك ولا لا؟ ان نوع الفيدباك ده عمل ايه في الانبوت امبيدنس؟ قال لي على نقص اللوب جين صح ولا لا؟ طب هل فعلا اللوب جين هو الايه ولا لا؟ ها ازاي اثبت ان اللوب جين هو الايه؟ اقطع الفيدباك هنا وانجكت الايه؟ البي تيست صح؟ طب لو عملت انجكت البي تيست هنا هترجع لي بكام؟ مفيش كلام هيجي هنا صح؟ طبعا اوبن الكرنت سورس اللي هي في الانبوت، يبقى البي تيست دي هتضرب مين على نيجاتيف ايه؟ يبقى اللوب جين هو ايه فعلا ولا لا؟ يبقى اللوب جين هو ايه؟ يبقى الاكسبريشن ده اللي جبناه من ميلر متفق مع الكلام بتاع ايه؟ بتاع الفيدباك، وطبعا دي تقدر تثبته برضه بالاكزاكت اناليسيس. تمام؟ طب اعمل اكزاكت اناليسيس لمساله زي دي ازاي؟ تعالى بقى نجيب نحسب الجين في الاكزاكت اناليسيس، نحط الاي ان لو ده الانبوت كرنت الجاي من الدايوز، لو ده في اوتبوت يبقى ده بيعمل بيقطع على ايه؟ على نيجاتيف ايه؟ مش كده؟ هو ده اي بين امبليفاير، طب يبقى انا عرفت البوت ده اقدر اكتب بي سي ال هنا على طول ولا لا؟ او هي مش بي سي ال، هو الكارت ده كله لازم يمشي فين؟ لازم يمشي هنا، يبقى ايه اللي انا على طول؟ ها؟ يبقى الاي ان لازم تساوي ايه؟ ده ناقص ده على الار، يبقى ناقص بي اوت على ايه؟ ناقص بي اوت على ايه؟ على الار صح؟ يبقى اكتب بس المعادله هتلاقي انك طلع لك الاوتبوت فولتج على الانبوت طلع بايه؟ ار على 1 زائد بعد على ايه؟ بعد على ايه؟ نقدر طبعا نسجل نفس الاكسبريشن ده بالفيدباك ثيوري تمام؟ بس لما نتكلم بعد كده برضه على الايه؟ على الايفكت بتاع اللودنج وهكذا. الفكره اللي في المعادله دي ايه بقى؟ ايه اهميه الكلام اللي احنا عملناه ده؟ كل ما تكبر اللوب جين بتاعك ايه؟ يحصل ايه للكلوز لوب جين؟ ده ايه؟ ده هيحتاج له ايه؟ لصفر. يبقى اللوب جين يهتم لايه؟ لا واحد صح؟ فاللوب جين يرجع زي ايه؟ زي الكيس ده. طب يبقى هو اقدر ازود ار واحد براحتي ولا لا؟ ازودها براحتي. طب ما يحصل ايه للباقي اللي هنا؟ ها؟ هيتغير ولا لا؟ هو اه ده هيزيد، بس لو انا اختار الايه كبيره جدا يبقى ده ماله؟ صغير جدا صح؟ يعني اس ايه تنسو انفينيتي الار ايه نام على طول؟ صفر على طول، فانا جاي الباقي كبير جدا، بس في نفس الوقت اقدر ازود بقى الار ايه؟ الار 1 زي ما عايز تمام؟ فعرفت افك التريد اوف ما بين الايه؟ الجين والباندث باستخدام الدايره اللي فيها الفيدباك اللي اتكلمنا عليها اللي هي الفولتج والكرنت فيدباك تمام؟ طب اي سؤال بقى عن الفيدباك اللي هو ايه؟ اتكلمنا على الثلاث انواع مش كده؟ اخر واحد اللي هو الكرنت كرنت، خلاص مش هنقعد بقى نعمله بالتفصيل، هو بالظبط نفس الاكسرسايز اللي عملناه في ثلاث ايه؟ انواع اللي فاتت. اوفر فيو بس سريع عليه، الكرنت كرنت هتسامبل في الاوتبوت سيريز كرنت وهتميكس في الانبوت ايه؟ شانت، هيبقى هو اسمه سيريز شانت فيدباك. اليونتس بتاعت الفيد فورورد بتبقى ايه؟ كرنت على كرنت هنسميها اي اي، واليونتس بتاعت الفيدباك نتورك برضه كرنت على كرنت هنسميها برضه ايه؟ بيتا زي السيناريو بتاع الفولتج فولتج تمام؟ الايدل طبعا ار ان تبقى ايه؟ صفر، والايدل ار اوت تبقى ايه؟ تبقى انفينيت، وهستعمل النورتن موديل ساعتها الايه؟ الفيدباك نتورك تمام؟ وبرضه النورتن موديل اللي مين؟ الفيد فورورد امبليفاير، فيمكن ده الاناليسيس بتاعه ابسط من الايه؟ من اللي عملناه اللي قبله على طول. طبعا هتعمل الاناليسيس بنفس الطريقه هتوصل برضه لنفس الايه؟ نفس الاكسبريشن ان كلوز لوب جين طلع بيساوي ايه برضه؟ وفي فور جين
على 1 بادجت بلس 8 في اللوب جيم. الفرق هنا ان مالهمش برضه وحدات، الفيد فور جيم مالوش وحدات، كلام على كلام، والفيدباك جيم او فيدباك فاكتور بيتا برضه مالوش وحدات، كلام على كلام. تمام؟ هتعملوا برضه الاناليسيز للانبوت والاوتبوت امبيدنسز بنفس الطريقه اللي عملناها في الثلاثه كيسز الثانيه. هتلاقي برضه بما ان انت بتسامبل سيريس الاوتبوت امبيدنس مالها اتضربت في 1 بلس اللوب جيم، وبتميكس ان بارلل فالانبوت امبيدنس مالها اسهل برضه على 1 بلس ايه اللوب جيم. خلاص مش نافع الناس بتاعت المحاضره، انتوا تقدروا ايه تجربوها في البيت هتعرفوا نفس الايه نفس الريزلتس دي. طيب مثال على ده برضه قبل ما نسيبه، انا ببص على السيركل دي، لو جيت اديتها سيركل بالمنظر ده اعرف ازاي نوع الفيدباك. اهم حاجه زي ما اتفقنا ان انا احدد نوع الفيدباك صح. انا هنا الاوت بتاعي ايه؟ كرنت، وواضح ان انا اخدت الكرنت ده مشيته في ريزيستنس صح؟ بحيث احوله بس لفولتج، يبقى انا بسامبل ايه هنا؟ بسامبل كرنت ان سيريز مش كده؟ حولته لفولتج بس بعد كده يبقى فيه باك، فميكس ايه هنا؟ فميكس كرنت برضه. فيبقى ايه؟ اتس كرنت كرنت فيدباك توبولوجي او سيريز شنت فيدباك توبولوجي. تمام؟ طبعا اجين اجي ابص على المساله بالمنظر ده، لو حاولت احلها مره واحده كده من غير ما افك الفيدباك الاناليز هيبقى معقد، لان انا عندي ايه؟ امبليفاير من هنا لهنا في فيد فورورد، وبعد كده امبليفاير تاني يحول لي الفولت اكس انتو كرنت، وده ايه؟ وده الفيدباك باك مش كده؟ لو جيت عملها اناليز مره واحده تبقى معقده، بس لو جيت قلت لك لا والله طب بالراحه بقى انت عرفت ان في فيدباك احسب لي اللوب جين الاول صح؟ هتيجي تقول لي والله خلاص انا ممكن انا فهمت دلوقتي ان ده الفيدباك نتورك مش كده؟ فممكن بالطرق بقى اللي هنتكلم عليها كمان شويه اخد تاثير اللودنج واحسب لك الفاكتور البيتا اللي هو بتاع الفيدباك، وبرضه باخذ اللودنج اعرف احسب لك الفيد فورورد جين من الانبوت للاوت. وانس حسبت الاثنين دول اللي هو الفيد فورورد جين والفيدباك فاكتور بيتا، مش عرفت بقى كل حاجه عن الامبليفاير ولا لا؟ اقدر انا احسب الاوت امبيدنس احسبها من غير الفيدباك مش كده؟ بس اعرف اخذ اللودنج في الاعتبار زي ما هنتكلم كمان شويه. طب وانس عملت كده حسبت الاوت امبيدنس بتاع الاوبن لوب امبليفاير يبقى كلوز لوب على طول عامل ايه؟ هو مضربه في 1 بلس اللوب جين لو دي حسبته. نفس الكلام بالنسبه لي للار ان وهكذا، نفس الكلام بالنسبه للجين نفسه. خلاص وانس عرفت الفيد فورورد والفيدباك اعوض في المعادله دي على طول. فهي دي ايه الميزه بتاعت ان احنا بندرس الفيدباك كتير، ان انت عندك اي كومبليكيتد سيستم في فيدباك مش هتقعد تانلايز ايه فيري كومبلكس سيركتس، لا انت وانس بتفهم نوع الفيدباك هنشوف ازاي هنبسط المساله هتلاقي انك حلتها ايه بطريقه اسرع جدا. اي سؤال في الجزء ده؟ طيب تعالوا نتكلم على ايه؟ اخر جزئيه عندنا اللي هي تاثير اللودنج. ماشي؟ احنا اتكلمنا دلوقتي على الايه؟ الفور ديفرنت فيدباك توبولوجيز والفروق بينهم. اهم بقى حاجه عشان نعرف نحل لمسائل الفيدباك جنرال فعلا احنا لازم ناخد تاثير اللودنج معانا. طيب هندخله ازاي؟ استنى قبل ما نبص بس على السلايد دي. هنفكر في تاثير اللودنج ازاي؟ احنا ايه الاسامبشن بتاعنا لحد دلوقتي؟ غير قصه اللودنج. الاسامبشن بتاعنا شرط. مش شرط، يعني ممكن في اي جنرال سيركت النود اللي هنا
السيجنال دي بطريقه انها توصل للناحيه دي، والعكس السيجنال اللي هنا طريقه انها توصل ايه؟ الناحيه دي، مش كده؟ فالطريقه اللي احنا عملنا بيها اناليسز لحد دلوقتي مبسطه شويه، ان احنا اهملنا ان ممكن يبقى في فورورد نفسه في حاجه ايه؟ ماشيه العكس، وبرضه في باك حاجه ماشيه ايه؟ ماشيه العكس، بس ده دايما فاليد اسامبشن خلاص في السيركتس بتاعتنا. طب حلو قوي. طب الناس جت قالت طب لو انا بقى عايز اريبريزنت اني جنرال نتورك، يعني احنا دلوقتي عايزين نتكلم على اللودنج، عايزين نريبريزنت الفيدباك نتورك بامور جنرال فورم خلاص. فالناس بدات تفكر طب اي جنرال نتورك، تعالى نفترض ان ليها بورت اسمه بورت واحد وبورت اثنين، ماشي؟ ازاي اريبريزنت النتورك دي وذا جنرال فورم؟ خلاص احنا كنا درسنا بعض المودلز فاكرين، قعدنا نقول على حسب نوع الايه؟ نوع السيجنال، لو هي انبوت فولتج وانبوت كرنت هعمل نورتن هعمل ثابت وهكذا، فهي اكستنشن للكلام ده، بس عايزينه يبقى مور جنرال، ما تبقاش بس السيجنال ماشيه فين؟ في اتجاه واحد. هنعمله ازاي؟ بنستعمل حاجه اسمها البارامترز بتاعت التو بورت نتورك. خلاص ايه البارامترز وايه التو بورت نتورك؟ دي اسمها تو بورت نتورك ليه؟ لان انا فاهم ان هي هاز تو بورتس، بورت 1 وبورت 2. طبعا ان جنرال بيبقى في جراوند ريفرنس، فبيبقى بورت 1 ريفرنس تو جراوند وبورت 2 ريفرنس تو نفس الجراوند. خلاص فده الشكل العام لاي تو بورت نتورك. طب ازاي اوصف التو بورت نتورك دي؟ لو انا بقى مش عايز اخش جواها، عايز اوصفها من بره. مش لو انا عرفت الفولت بتاع نود 1 في 1 وعرفت الفولت بتاع نود 2 اللي هو اسمه في 2 وعرفت الكرنت اللي مسحوب من نود 1 اللي هو هسميه اي 1 وعرفت برضه الكرنت المسحوب من نود 2 داخل اللي جوه هسميه اي 2. عرفت لو عرفت الاربعه بارامترز دول، مش انا عرفت خلاص انا وصف في النتورك دي مش لازم بقى اخش جواها، صح؟ يبقى لو عرفت العلاقه بين في 1 اي 1 واي 2 في 2 يبقى خلاص مش مهم اعرف ايه اللي جوه هنا، صح؟ لان انا عارف الحل الايه؟ عارف الحل الايكويشنز خلاص مش لازم اخش جوه، تمام؟ طب اقرا بقى الحاجات دي ازاي ببعض؟ ممكن استعمل ديفرنت تكنيكس، يعني مثلا ممكن واحد يقول لي والله انا عايز اقول ان اي 1 خلاص او خلينا نبدا بالعكس نبدا ان في 1 عايز اجيب ايكويشن تقول لي والله في 1 بتساوي حاجه في اي 1 خلاص زائد حاجه في ايه؟ في اي 2. معناها ايه؟ معناها ان هو جاب علاقه بين في 1 واي 1 وايه؟ واي 2. ومعادله ثانيه تقول لي والله في 2 بتساوي برضه اي حاجه موجوده في اي 1 زي اي كونستنت موجود في اي 2، تمام؟ فهو مجموعه المعادلات دي عمل ايه؟ عمل ريليشن بين انا لو حطيت لو الكرنت المسكوب هنا في 1 هيجيب لي ايه؟ اي 1، ولو الكرنت المسكوب هنا اي 2 هيجيب لي ايه؟ المناسب او بروبورشن لايه؟ ل في 1 لوحده وهكذا. طيب الكومبوننتس دي بقى وحداتها تبقى ايه؟ ريزيستنس، مش كده؟ فبنسمي دي ايه؟ زد، خلاص؟ طب فكر في دي كانها ماتريكس، هي فعلا في الاخر بتتحول لماتريكسيز، يعني هتاخد بارامترز بالتفصيل بعد كده، خلاص؟ فلو دول زد بارامترز لان هم ريزيستنس اسميهم بقى ازاي؟ يبقى دي زد 1 1 دي زد 1 2 دي زد ايه؟ 2 1 ودي زد ايه؟ 2 2، تمام؟ فيبقى كده ده واحد قال لك خلاص انا وصفت الفولتجز بدلاله الكرنتس اللي داخله في الديفرنت بورتس. طيب واحد قال لك لا انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعكس، انا عايز اقول والله لا انا اي 1 هو اللي بيساوي حاجه في في 1 زائد حاجه في ايه؟ في في 2. واي 2 مثلا بيساوي برضه حاجه في في 1 زائد حاجه في ايه؟ في في 2. كانه بيقول لك ايه؟ لما ابلاي الفولت ده هنا هيسحب كارت اي 1 بيساوي كذا، تمام؟ بس خلى في علاقه بين ايه؟ الكارت اللي هيتسحب هنا او الفولت هنا والناحيه الايه؟ الثانيه، لان التو فولت نتورك الناحيتين بيأثروا على بعض. يبقى الوحدات هنا ايه دلوقتي؟ بالظبط بقى على ريزيستنس، مش كده؟ فبنسمي دي واي كاركترز، يبقى دي واي 1 2 واي 1 1 سوري واي 1 2 واي 2 1 واي 2 2، فدي بنسميها ايه؟ الواي كاركترز، تمام؟ فدول اللي احنا ايه؟ كاتبينهم هنا، ادي الزد بارامترز خلاص وادي ايه؟ الواي كاركترز. طيب افرض واحد قال لك لا انا مش عايز اوصفهم بقى بالطريقه اللي انت قلتها لي، انا مش عايز اوصف في 1 وفي 2 بدلاله اي 1 واي 2، انا عايز اميكس، يعني عايز ايه؟ عايز في 1 بدلاله اي 1 مثلا وفي 2 خلاص؟ واي 2 بدلاله اي 1 واي 2. ممكن يعمل كده ولا لا؟ ممكن
المعادلات دي باي طريقه انت عايزها، مش كده؟ اعملها ازاي؟ يبقى خلاص النوع ده هنسميه الاتش بارامترز، ده اللي هو ايه؟ في 1 يساوي اتش 1 اي 1 زائد اتش 1 2 في 2، ونفس الكلام اي 2 اتش 1 اي 1 واتش 2 في 2 وهكذا. طب ايه الفرق بقى؟ هي وحداتهم ايه؟ الفرق ان وحداتهم هنا متلخبطه شويه، الاتش 1 1 ده وحدته ايه؟ ريزيستنس. طب الاتش 1 2 مالوش وحدات، هنا الاتش 2 1 برضه مالوش وحدات، كهرباء على كهرباء، هنا فولت على فولت صح؟ طب والاتش 2 2 واحد على ريزيستنس. وهكذا نفس الكلام في مين؟ في الجي برامترز. يعني ايه؟ مختلفة شوية، بدل ما هو بيوصل بي 1 واي 2 قال لك لا اي 1 ده وايه؟ وفي 2. فقال لك جي 1 1 جي 1 2 جي 2 1 جي 2 2 وهكذا. هتلاقي برضه اليونتس بتاعتهم مختلفة، جي 1 1 مختلفة تبقى ايه؟ واحد على ريزيستنس، جي 1 2 امبير على امبير، جي 2 1 فولت على فولت، وجي 2 2 تبقى ايه؟ ريزيستنس. تمام؟ طيب يبقى اي كيبورد نتورك تقدر تريبريزنتها بايه؟ باي من الموديل دول، مش فارقه. خلاص؟ بس هتفرق بقى معاها ليه بقى؟ زي ما هنتكلم دلوقتي. فاكرين مش احنا كنا دايما بنختار الموديل المور سيوتبل للتوبولوجي بتاعت البروفايل بتاعي؟ نفس الكلام، انا لما يجي بقى اختار تريبريزنت الامبليفايرز بتوعي في الفيدباك اناليسيس بأني موديل، لازم اختار الموديل الانسب للايه؟ للتوبولوجي بتاعت الفيدباك بتاعك. مهم نشوف دلوقتي ازاي. طيب قبل ما نشوف دلوقتي ازاي، تعالوا نفهم بس الرسومات دي جايه منين. تعالوا نبص على الرسمه مثلا بتاعت الايه؟ الزد بارامترز دي. رسومات الزد بارامترز دي الرسمه بتقول لك ايه؟ او المعادله بتقول لك ايه؟ بي 1 بتساوي حاجه زائد حاجه، يبقى يلا الحاجتين دول سيريس ولا بارلل؟ سيريس. ما هو الفولت بيساوي حاجه زائد حاجه، الحاجتين دول لازم يبقوا ايه؟ سيريس. طب اول واحده عباره عن ايه؟ زد 1 1 في اي 1 صح؟ يبقى دي عباره عن ايه؟ طب ما هو البي 1 والاي 1 ماشي فيه، يبقى احط على طول كومبوننت هنا ريزيستنس قيمتها ايه؟ زد 1 1، فيبقى على طول يرسم لك ريزيستنس كده قيمتها ايه؟ زد 1 1، يبقى دي جاوبت انهي ترم؟ اول ترم. طب الترم الثاني ده عباره عن ايه؟ ده ديبندنت سورس، معتمد على مين بقى؟ على اي 2 اللي هو جاي من الناحيه الثانيه من الكيو بورد ده صح؟ يبقى يحط لك كارنت ديبندنت ايه؟ فولتج سورس صح؟ زي في الرسم زد 1 2 اي 2 يبقى ديبندنت على الكارنت اللي جاي من بورد 2 ويجيبه لك على ايه؟ عند ناحيه في 1 او ناحيه بورد 1. طب المعادله الثانيه في 2 بتساوي ده زائد ده، يبقى برضه حاجتين سيريس. الزد 2 ده هيخش ازاي؟ سيريس على طول، لان الاي 2 هو اللي ظهر فيه الثاني مين؟ الفي 2. طب والترم الثاني؟ ها؟ فولتج سورس ولا كارنت سورس؟ فولتج سورس مش كده؟ حاجه بجمع فولتجز، فده فولتج سورس بس ديبندنت على مين؟ على الكارنت اللي فين؟ في بورت 1. يبقى الكارنت ديبندنت فولتج سورس بينقل تاثير بورت 1 على مين؟ على بورت 2. تمام؟ أني بولاريتي معكوسة؟ ليه معكوسة؟ ما هو دايما أنت بتجمع صح؟ فبي 2 بيساوي ده زائد ده؟ مش معكوسة. يعني صح ولا إيه؟ بي 2 أهو بيساوي أي 2 مع غالبا الكارنتس التو بورت نتوركس دايما داخلين جوه. يعني الكونفنشن لما بتسمي كارنتس التو بورت نتوركس إن هو دايما داخلين إيه؟ داخلين على النتورك. خلاص؟ خلاص يبقى ايه كده فهمنا الزد بورتس جايه منين؟ طيب بالنسبه للواي بارامترز برضه نعرف نفهمها ولا لا؟ كارنت بيساوي حاجه زائد حاجه، يبقى الحاجتين دول يوصلوا ازاي؟ سيريس ولا بارل؟ بارل. يبقى احط حاجه بارل مع حاجه. طب يبقى اي 1 بيساوي حاجه مضروبه في الفولت اللي على البورت نفسه، يبقى الحاجه دي على طول ريزيستنس واصله عند البورت ده، بس واصله بارل ولا سيريس؟ بارل عشان الكارنتس تتجمع. طب قيمة الريزيستنس بقى تتحط كام؟ واحد على واي 1 1 صح كده؟ يبقى حطيت انا طبعا هو مكتوب هنا واي 1 بس مفهوم منها ان الريزيستنس اللي محطوطة قيمتها ايه؟ واحد على واي 1. طب والجزء الثاني ديبندنت ايه؟ كارنت سورس ولا فولتج سورس؟ كارنت سورس. ها اسمها كارنت سورس بس ديبندنت على مين؟ على فولتج في 2. يبقى اذا فولتج ديبندنت كارنت سورس هيتحط هنا، يبقى واي 1 2 ايه؟ في 2. طب والعكس برضه كارنتس هجمعهم هيخشوا ان بارلل، يبقى من الناحيه دي واي 2 بي 2 خلاص، يبقى الريزستنس قيمتها برضه ايه؟ واحد على واي 2 مش كده؟ زائد الجزء ده برضه بيتساوي ايه؟ فولتج ديبندنت كارنت سورس هيتحط ايه؟ ان بارلل معانا خلاص. فكده الزد والواي بارلل سهلين.
طيب طب نمسك واحد من دول، هم معاك سبعه، نمسك الجي بارامترز مثلا هعملها ازاي بقى؟ هنا خلي بالك الاثنين دول كانوا سيريس هنا وكانوا الاثنين مالهم بارلل، هنا الوضع بقى ايه هيبقى ايه؟ مختلف شويه. ليه بقى؟ اي 1 ناحيه بول 1 بيورينا حاجه زي حاجه، يبقى بارلل ولا سيريس؟ بارلل، لان الكرنت بيساوي حاجه زي حاجه، يبقى الحاجتين نزلوا بارلل. طب اول جزء حاجه بروبوشنال مع في 1 يبقى هيبقى ايه على طول؟ ريزيستنس. قيمتها ايه لو احنا بالجي 1؟ واحد على الجي 1 1، يبقى الجي 1 1 وحدتها واحد على الريزيستنس اللي هتتحط هنا. طيب الترم الثاني هيبقى ديبندنت سورس على طول، بس المره دي ايه؟ كرنت ديبندنت كرنت سورس. نقلب ده من هناك ضربه فاكتور ونقلبه فين؟ نقلبه هنا. طب الاخيره بقى في 2، ها في بتساوي حاجه زي حاجه يبقى سيريس. الترم ده اسهل ان هو جي 2 اي 3 برضه ايه؟ اتس سيريس ريزيستنس مش كده؟ هي علاقه الريزيستنس بالجي 2 هي الريزيستنس هي الجي 2 على طول، زائد بقى ايه؟ الديبندنت سورس نوع ايه؟ A voltage dependent voltage source. نقلب ايه؟ الناحية التانية. خلاص؟ يبقى ايه؟ طبعا نفس الكلام ينطبق على الاتش بارامترز، ممكن تبص على ايه؟ على الرسم بعد كده. In general الـ equations دي أو الـ two port network representation سواء بالـ Z parameters الـ Y الـ G أو الـ H ممكن تريبريزنت بيها in general أي two port network. صح كده؟ طيب الـ two port network بقى واحدة أي واحدة من دول. تعالى نبص على الـ Z مثلا. بتسمح للسيجنال نمشي في ناحيتين ولا في ناحيه واحده؟ ها؟ حسب كام؟ يعني لو انا افترضت دلوقتي ان الانبوت هنا والاوتبوت هنا، فين السورس الديبندنت اللي بيمشي السيجنال كده؟ لو فولتج اللي هو مين؟ لو ده صح السورس اللي على اليمين بينقلي ناحيه بورت واحد اللي هو اي واحد على ايه ناحيه الايه؟ اليمين. صح؟ يبقى السورس ده هو اللي هيخليه السيجنال تمشي ازاي؟ كده. هو السورس تاني هيعمل ايه؟ هيخلي السيجنال تمشي العكس. تمام؟ فالموديل ده اسمه جنرال بيسمح لك السيجنال تمشي في الايه؟ في الاتجاهين. احنا في الاناليسيز بتاعنا الاسامبشن بتاعنا زي ما قلنا ايه؟ ان دايما الفيد فورورد هيبقى ماشي كده والفيدباك هيبقى ايه؟ ماشي كده. طيب ده هيخش بقى ازاي في الكلام بتاعنا بتاع الفيدباك؟ احنا عايزين ندرس تاثير اللودنج بتاع مين؟ بتاع انهي الفيد فورورد ولا الفيدباك؟ الفيدباك خلاص مش كده. في فورد احنا عندنا لودنج بنقضي من الاعراض وكل حاجه، احنا عايزين نضيفه دلوقتي تاثير اللودنج بتاع مين؟ الفيدباك امبليفاير. طيب فالفيدباك امبليفاير خلي بالك هو ايه؟ هو ماشي العكس صح؟ يعني الفي فورد ماشي كده الفيدباك ماشي كده. خلاص الاول هشيل بقى الفيدباك امبليفاير واحط بداله موديل من دول، يبقى مين بورت واحد ومين بورت اثنين؟ انا الفيدباك امبليفاير ماشي كده صح؟ فهعمل ايه في الرسمه دي؟ هقلبها بس على اساس ان ايه؟ لو انا ببص ده الفيد فورورد وده الفيدباك صح؟ فيبقى بالنسبه للفيدباك بورت واحد هنا وبورت اثنين فين؟ بورت اثنين هنا، لان هو الانبوت بتاعه جاي من ناحيه الايه؟ الاوت بتاع المساله صح؟ والاوت بتاعه هو ناحيه ايه؟ ناحيه الايه؟ فلما اجي انالايز الكلام ده في الفيدباك نتوركس خدوا بالكم بس ان احنا هنعمل ايه؟ هنقلب دي، فيبقى بورت واحد هنا هو اللي هيوصل لمين؟ الاول عن الهناك. طب حلو قوي. يبقى اي واحد من دول اللي اهم تاثيره؟ انا عايز السيجنال الفيدباك تمشي منين لمين؟ الاوتبوت الانبوت اللي هو فين في الرسمه هنا؟ من واحد لاثنين برضه مش كده؟ يبقى انهي سورس المفروض بهم تاثيره؟ هو ده. صح كده؟ يبقى دايما الفيدباك هبقى موديل دي الجي 1 1 اللي موجوده بس هم التاثير ده وده هيجي في معظم المسائل بتاعتنا بس ده لازم يبقى موجود. ليه بقى؟ لان هو ده اصلا اللي بيعمل ايه؟ الفيدباك، هو ده اللي بيسنس السيجنال في الاوتبوت وبيرجع جزء هنا. صح ولا لا؟ خلاص؟ يبقى هنبسط اكتر من كده ان احنا هنشيل دايما الايه؟ الكومبوننت ده او ده او الزد 1 2 او الايه؟ الواي 1 2 على حسب انا هستعمل ايه؟ انهي واحد فيهم. تمام؟ يبقى بقى اخر سؤال هستعمل انهي فيهم بقى؟ حسب ازاي بقى؟ احددها ازاي؟ السورس اللي هناك. من السورس مظبوط، يعني بمعنى ايه؟ احنا ده اللي اتفقنا ده مش موجود، تعالى نمسكها في السيناريو بتاع ده. خلاص؟ ده مش موجود. اتفقنا ان الفيدباك بيسنس من اي ناحيه؟ بيسنس من هنا وبيفيدباك هنا. طب اول ما ابص عليها كده هو انا بفيدباك ايه هنا؟ فولتج. يبقى انا هستعمل ده لما بكون بفيدباك فولتج. طب وبسنس ايه؟ ايه اللي موجود؟
بنستعمل داتا بيس عالي فولتج 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 صح كده؟ طب نبص على ده ها انا بسنس منين؟ بسنس من هنا صح؟ طيب فاتفقنا كان ده اي دي مش موجود يبقى فين الكونترول بتاعي؟ هو ده. طب انا في باك هنا في باك كارت طب بسنس ايه؟ كارت يبقى انا بسنس اي 1 في باك ايه؟ كارت يبقى ده هستعمله في الكارنت كارنت فيدباك فولتجز وهكذا. ازاي البارامترز استعملها فين؟ ها؟ فيدباك فولتج وبسنس ايه؟ كارنت بسنس كارنت يبقى هستعمله في الكارنت فولتج فيدباك وهكذا بالنسبه للنوع ايه؟ التالت برضو هبقى بسنس فولتج وبقى فيدباك كارنت يبقى ايه؟ فولتج كارنت فيدباك تمام؟ طب فين بقى اللودنج؟ يعني كل ده بنعمله ليه؟ ناخد اللودنج. فين بقى تأثير اللودنج في الرسمه دي؟ بالظبط كده. تأثير اللودنج هي اضافه مين بقى؟ التو كومبوننتس دول اللي هو الجي 2 والجي 1 ليه؟ هو انا لما عملنا الاناليسيس في اول محاضره دي كنت باخد تأثير مين بس في الرسمه دي؟ لا باخد دي بس. فاكرين ولا لا؟ لما عملنا فولتج فولتج مش حطينا هنا بيتا في البي اوت صح؟ البي 1 هي البي اوت وبدل الجي 2 1 سميناها بيتا ساعتها صح؟ فكنا حاطين ده بس وطلبنا ساعتها ان الاوتبوت ريزيستنس بتاعته كام؟ كنا فاكرين لما عملنا اناليسيس بكام؟ الفولتج فولتج بزيرو. فكان ايه اللي فرض ان الجي 2 2 دي كورسبوند ريزيستنس مالها؟ كانت بتساوي صفر. هي اصلا مبتدئها ايه؟ ريزيستنس. فكان دي كنت فرض ان الجي 2 2 مالها بتساوي صفر. طب والناحيه الثانيه؟ كنت بسافر ايه هنا؟ فولتج برضه. فكان ايه اللي فرض ان الريزيستنس دي بتساوي كام لو ما كانش في لودنج؟ ان الريزيستنس انفينيت. طب بس الريزيستنس هنا مالها؟ واحد على جي 1 1 صح؟ يبقى كان دي برضه فرض ان جي 1 1 بكام؟ بالظبط. تمام؟ فيبقى كل الاناليسيس اللي احنا عملناها مع بعض الصبح هنطبقه على الكلام ده مفيش لودنج من الناحيه دي. يبقى على طول كده هنبدا نطبقه بقى المحاضره اللي جايه نعمل ايه؟ نفس الاناليسيس بالظبط بس الفرق بقى ان انا لما اجي اشيل التو بورت نتورك بتاعت الفيدباك هعرف احط بدالها ايه دلوقتي؟ احط بدالها دي يبقى انا خدت اللودنج ناحيه الاوتبوت بتاعها وناحيه الايه؟ الايكو بتاعها في الفولتج فولتج او دي في الكارنت كارنت او دي في ايه؟ حسب بقى نوع